الخير على كل هو وهن بيتفرجوا علينا دلوقتي. يوم جديد وقعده جديده في حياه هو وهن. عندنا النهارده حاجات حلوه جدا وحلقه كلها ابداع، لكن خلوني في البدايه اسلم على زمايلي ديما ومارو. اخباركم ايه؟ ازيك يا نيلي؟ الحمد لله حبيبتي. تمام. وانا طبعا برحب بكل مشاهدينا في كل مكان، وخليني برضو اسلم على مروة. ازيك يا ديما، عامله ايه؟ الحمد لله. طبعا في البدايه بسلم على كل الناس اللي بتشوفنا النهارده. النهارده يوم جديد وحلقه جديده من حلقاتنا في هو وهن، لكن النهارده الحقيقه حلقتنا مختلفه جدا، انها كلها مليانه جمال ومليانه رقي ومليانه ابداع زي ما نرمين قالت. الحقيقه الكلمه اللي احنا دايما بنرددها بينا وبين بعض كده لما بنشوف حاجه جميله قوي، نقول لك الله الحاجه دي مبدعه، شكلها حلو جدا. اللي قدامنا قدر يحقق انجاز ازاي في حياته بشكل غير متوقع ان هو يبدع في حاجه، ده اكيد يكون بيحب حاجه جدا 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 عشان يطلعها بالشكل ده. فكره الابداع الحقيقه فكره صعبه جدا، لانها بتبقى عايزه مواهب من وانت صغير، محتاجه اهل ينموا المهارات اللي عند اي حد عشان يطلع حاجه مبدعه. ودي ان احنا النهارده بنتكلم حلقتنا النهارده ومعانا نماذج كتير جدا الحقيقه، واحنا بنحييهم في سن صغير ان هم قدروا يطلعوا الطاقه دي، واهليهم قدروا ان هم ينمي المهارات في السن ده. معايا طبعا فقره جميله جدا، طفل عنده 11 سنه وطفله، مش هنقول طفله كبيره شويه، عندها 16 سنه، قدرت تاخد جايزة المبدع الصغير. فالحقيقة الحاجات دي ممكن حد يفتكرها حاجة عادية، ولكن دي يا نرمين بتبقى حاجة حلوة جدا جدا من الأهالي ان هم قدروا يدعموا واحدة بتحب الرسم. موضوع الرسم ده ممكن يكون عادي، يقول لك ما كل الأولاد بتحب الرسم، بنت رسمت حاجات يعني هتشوفوا حاجات جميلة جدا، وانا واعتقد ده دور الأهل، شفت حاجات تحفة. فدي طبعا الأهالي طبعا بيبقى هي كل الشكر ليهم، وعايزين ان احنا نخلي كل الاهل يهتموا باطفالهم. يعني زي ما انت قلتي يا مروه، اعتقد ان هو ده دور الاهل، دور مهم جدا طبعاً. الاهل والمدرسه على فكره، يعني المؤسسات التعليميه كمان ليها دور مهم جدا، ان لو حد مثلا عنده موهبه في بيغني، عنده موهبه في الرسم، عنده موهبه في، يعني انا مثلا انا ما بعرفش ولا ارسم ولا لون، التلوين ده والله العظيم بهرج، ده موهبه. يعني انا لما بقعد الون، انا ابني هو صغير كنت مثلا ايه، مامي انا عايز ينام، وبقى عنده بقى هوم ورك قد كده، فانا باخد اقعد اعمل له انا الالوان، والله بقعد اخرج وبعمل حاجات، يعني ما بعملش حاجه يعني ما بحبهاش. انا مثلا انا كنت مثلا بحب جدا، وانا زعلانه من مامتي وبابايا جدا الحقيقه بجد، كنت بحب اعزف على البيانو جدا جدا، بحب وبعزف، بس كانوا ايه زمان ما كانوش عندهم فكرة ان انا لا اذاكري، المذاكرة اهم، الاهتمام بالمواهب الاخرى، غير طبعا المواد اللي بتبقى مجبور علينا في المدارس، فدي طبعا بتبقى حاجة صعبة على الاهالي ان هم ينموا ده. اعتقد انت يا ديما متهيألي لا اهلك، انا شفت بعناية ما حدش قال لي، مامتك ربنا يخليها لك يا رب، اعتقد ان هي بتدعمك في، يعني حتى انت عندك حاجات كتير، انت ما شاء الله يعني. بس اكتر حاجة فاشن، عشان كده هم ساعدوني في موضوع لما خدت الكورس بتاع الفاشن ديزاين ولما عملت البراند بتاعتي وانا ما عنديش اي اكسبيرينس. ما خافوش ان انت تدخلي يقول لك يا بنتي الفلوس وهنخسر؟ لا يعني كانوا في، يعني كان في ريسك برضو يعني. بوبي كان، لا بالعكس بوبي كان هو يعني استني بس فكري كويس ان انت هتشتغلي، ان انا فيها هبقى يعني هبقى واخد شغل، واخد وقت كبير قوي من وقتي وانا كنت لسه في الجامعه. فكان بس هي دي البوينت، لكن غير كده لا، كان حاسس ان انا هعمل حاجه. ما هو عشان كده ده اللي بنقوله يا جماعه، الثقه، كمان الثقه، رؤيه الاهل ان هم يبقوا عارفين. وخدي بالك النصايح، بص هو قال لها ايه، قال لها انت هتعملي ده بعد الكورس، هتكملي ولا اللي هو كورس حد ياخده برده ويزهق؟ هي لازم برده تكون قد الثقه. قالت له لا انا هكمل. فهو برده بيبقى عايز يعرف بنته او ابنه هيعمل ايه بعد، فدي حاجه برده مهمه جدا لكل الاهالي. بس ساعات انت برده بتكتشفي يعني انه مثلا تجربي حاجه بس بتطلع انه لا انا مش عايزه اكمل فيها، بس حلو انك تجربي يعني طبعا. انا مش ضد خالص في الاول وفي الاخر الكورس بالظبط، وبكتشف لسه نفسي هتعدى السنه يعني في الاخر. وفي اي حاجه على فكره، يعني انا مثلا حصل مع ابني العكس، بمعنى كان بيلعب كوره وكان شاطر جدا جدا جدا، وكان في احدى الفرق الكبيره. جه هو انا مدلعاه شويتين ثلاثه اربعه 10، فجه مش قادر، صعبة. بقيت انا بقيت لا يلا مش عايزه بقى كل اللي فات يروح بالظبط،
بس في الاخر ساب. بس بعد كده ايه اللي حصل؟ هو دلوقتي بيندم، بيقول لي بس خلاص هو بقى زي ما بنقول خلاص يعني فات الاوان، لانه خلاص عنده 20 سنه مش هينفع يرجع تاني. فخليني اقول حتى لو ولادكم مثلا هم جم في فتره زيه او حاجه، لا خليكم وراه، ما تعملوش زي اللي هو ايه انا قعدت والله وراه وراه وراه، بس لما لقيته خلاص خلاص سبته براحته خلاص. بس انت يا نرمين برده كان عندك مشكله ان يوسف كان في مدرسه صعبه جدا جدا جدا، وكان فيها في نفس المدرسه اللي انت كنت فيها. صعبه جدا يا جماعه، صعبه جدا. نرمين بقى انت اقول لك على حاجه، نرمين من الامهات والله ان لازم نعمل يعني نقعد كده فقره صغيره نتكلم. نرمين من الناس يعني انا ما بعرفش اذاكر لحد، ما بعرفش يعني حتى لو اني لقيتي فاكره الملك حتشبسوت. لا انا فاكره جلست اول نرمين في الدراسات، انت مش فاهمه نرمين بتذاكر يوسف ازاي بجد. نرمين بتذاكر جماعه ماده السوشيال. ايوه ماده السوشيال بجد يعني. هو احنا خرجنا عن موضوعنا بس هقول لك معلش حبيبي، احنا قعدت ستات برضه يعني معلش يا يوسف لما تجتمع هي بتذاكر بالادوات اللي حواليها بتحذف. بحذف يعني يعني ببقى انا كمان كأم انا عايزه توصل المعلومه، اوصل المعلومه وعايزه ننجز. وانت ما انت كنت في نفس المدرسه صعبه وهم كتير واكتيفيتيز لا كتير صح. فعايزين يا جماعه نخلص. فبجد والله بجد رفقا بالاولاد دول يعني بيبقوا عندهم مواهب. وبعدين خلي بالك نبقى محتاجين نخلص المدرسه نطلع على التمرين، من التمرين نرجع عشان المذاكره لازم ينام بدري عشان عنده تاني اكل عشان يتعشى. لا يا جماعه فبالراحه يعني زي ما احنا بنقول التعليم طبعا مهم جدا جدا جدا، لكن الهوايات والحاجات اللي عند الاولاد دي احنا بندفنها. المؤسسات التعليميه سواء بقى جامعه او مدرسه بالراحه على الاولاد. بالعكس لازم يبقى فيه جانب ترفيهي، مدرسه ما كانش فيها اي جانب. بس انا شايفه ان موضوع الاهتمام عامه بالجزء الابداعي عند الناس ده يعني عند الاطفال بالذات مش موجود في كل في المدارس ولا مدارس ولا جامعات. عايزه اقول لك ليه ديما، لان طبعا الدراسه بقت صعبه جدا طبعا بمختلف الانظمه دلوقتي اللي بقت موجوده، الامريكان والاي جي بقت فيه ما فيش وقت. الطفل او البنت مثلا في المدرسه بتكمل المدرسه بتبقى عايزه تروح تاخد دروس ترجع تنام شويه، بقى فيه صراع رهيب على مدار اليوم. فطبعا الاهالي يعني هتعمل ايه؟ يقول لك خلاص انا هعمله. كمان الطفل ما عندوش طاقه. دي حقيقه. عموما احنا النهارده حلقتنا برعايه الابداع وتحديدا برعايه جائزه المبدع الصغير في دورته الثالثه اللي طبعا بيتم تقديمها تحت رعايه قرينه الرئيس السيده انتصار السيسي، واللي بتنظمها كمان من المجلس الاعلى للثقافه. هيكون معانا فقرات مهمه جدا، والحقيقه هي قدمت لنا نماذج مبدعه في كل مجالات. انا هيكون معايا فقره فيها بنت وولد، ساندرا واحمد. ساندرا 11 سنه واحمد 17 سنه، يعني هما وصلوا بره قاعدين. عايزه اقول لكم قبل ما ندخل نبدا الحلقه، قاعده بسمع صوتهم. بنت 11 سنه صوتها جميل جدا، مامتها كانت داعم ليها وباباها كمان كان داعم ليها واحمد كمان كذلك. هنعرف القصه بتاعتهم او هنعرف يعني هما ازاي قدموا في المسابقه وعلى فكره احمد قدم في المسابقه قبل كده وفشل او اترفض او سقط يعني ما حلفوش الحظ. قدم تاني ما يأس، هو ده اللي احنا بنقوله، ان انتوا حتى لو فشلتوا في حاجه او يعني ما تيأسوش، يعني ما فيش حاجه اسمها اللي زي ما بنقول لا يأس مع الحياه. فتابعونا النهارده ان شاء الله حلقه تعجب حضراتكم. زي ما يعني اتكلمنا وقلنا في بداية حلقتنا النهاردة، كلامنا كله عن الإبداع وعن الفن وعن المبدعين. ويا سلام بقى لو المبدعين دول كمان شباب وولاد صغيرين. فعلا ده بيثبت وبيقول ان بجد ان مصر فعلا هي يعني دولة او بلد ولادة. ويمكن ده اللي شفناه في الفترة الاخيرة بعد اعلان الفائزين بجائزة المبدع الصغير بدورته الثالثة، واللي طبعا بينظمها المجلس الاعلى للثقافة تحت رعاية قرينة فخامة الرئيس السيدة انتصار السيسي. النهاردة معايا اتنين يعني بجد انا مش عارفة اقدم اقول ايه. انا اصلا من قبل ما ندخل الفقرة انا عمالة اسمع ايه الجمال والحلاوه دي. خليني اقدمهم، وعندي مش هقول رغي، انا عندي بقى عايزه اقعد اسمع غنى كتير منهم مع ضيوفي. ساندرا عماد الفائزه بجائزه الدوله للمبدع الصغير عن الفئه العمريه الاولى بمجال الغناء. يا ساندرا اهلا بيكي. اهلا بحضرتك، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. وكمان احمد محمود قاسم الفائز بجائزه الدوله للمبدع الصغير عن الفئه العمريه الثانيه بمجال الغناء. يا احمد اهلا، اخبارك ايه؟ ازي حضرتك؟ كله تمام، كله خير. مش عارفه ابدا بمين فيكم.
نفسي ابدا بالغنى على طول، بس يعني هتخلينا نقعد نشوق الناس شويه. صوتهم ما شاء الله عليهم بجد، ان انتم محتاجين مش تفوزوا بجائزه جوائز كتير. طيب خليني انا عايزه اعرف بس الناس بيكوا الاول، يعني نبدا باحمد. مين احمد؟ عندك كام سنه؟ في بتدرس ايه؟ درست مزيكا؟ عرفني بيك شويه. انا في ثالث ثانوي عام. عندي 17 ثانوي عامه. داخل ثانوي عامه ادبي ولا علمي؟ لا ادبي. الله ربنا معاك ويكرمك. ودرست درست مقامات موسيقيه ودرست مزيكا وطورت نفسي اكتر في الغناء، يعني بقيت اغني بلغات كتير زي مثلا الخليجي وكده. ودايما بتدرب وبطور نفسي مع دكتور محمد عبد الستار في الاوبرا. برافو. ولسه الطريق طويل، وانا عارف ان لسه. لا كنت لسه بتقول يا هادي مكملين. مكمل. طيب ساندرا عندك كام سنه؟ عندي 11 سنه. وانا داخله سنه 5. صغننه لسه. انا بتدرب في كرة تنمية المواهب. مع دكتور عبد الستار، دكتور محمد عبد الستار هو اللي بيدربني واللي بيحفظني اغاني كتير وكده. شايفين الصغيره دي؟ ها الزئره ده الصغيره دي صوتها جبار جبار، هتسمعوه دلوقتي. طب قولي لي بقى ساندرا، يعني انت صغيره اصلا، انت كام؟ 11 سنه. انت بتغني من وانت عندك كام سنه؟ من وانا عندي 4 سنين. بتهرجي، كنت بتقولي ايه فانت 4 سنين دي؟ برضو اغاني الكرتون مثلا، الاغاني اللي بتاعت الاطفال خالص. ومامتك بقى وباباكي خدوا بالهم ان انت لا صوتك حلو، فعملوا ايه بعد كده بقى؟ انا ماما وبابا، ماما خريجه تربيه موسيقيه، فنانه برضو يعني. فكانت هي برضو خدت بالها ان انا بقول صح وعارفه اقول كويس، فيعني قالوا ان هي وبابا هيدخلوني الاوبرا. بس انا وانا عندي 4 سنين بابا وماما دخلوني كورال الكنيسه الاول. كنت برنم، وبعدين خدوا بالهم ان ممكن اتطور اكتر ودخلوني. بعدين بقى قعدت في كورال الكنيسه شويه كتير. لا اول ما تميت 9 سنين دخلوني. كبرت بقى شويه، كبرتي بقى شويه. فقال لك بقى نكبر معاها. بعدين عملت دخلوني كورال الاوبرا في مركز سميت المواهب. وبدات احفظ اغاني، ودخلت مسابقه دكتوره هتيبه الحفني في مهرجان موسيقى عربيه. والله برافو عليكي، انت جميله. ميرسي بجد. هسمع منك اكيد دلوقتي، بس خليني ارجع لاحمد تاني. انت برضو يعني هي في سن صغير جدا عرفت انها من 4 سنين، ده سن انا شايفاه صغير جدا. انت من سن كام برضو اكتشفت؟ 5 سنين. انتوا في ايه النهارده؟ مالكم مالي النهارده؟ هقول لك على حاجه، الموهبه بتبان في سن صغير. في ناس كتير جدا عندها موهبه ولكن بتكتشفها بعد فيما بعد، يعني ممكن لا هو ممكن يكون عندهم موهبه وهم مكتشفينها، بس الاهل، دور الاهل مهم. أيوة جدا. اهم حاجه دور الاهل. صح. ده اللي انا هتكلم عنه. نمبر 1 في نجاح الشخص سواء دراسيا بقى نفسيا، الاهل. الأهل. الام والاب طبعا يبقى داعمين ليك. ده اكيد. يعني ده نمبر 1 في حياتي اللي خلاني اصلا ان انا اجي اقعد هنا، وان انا اكسب جايزه زي دي، وان انا اغني سولو قدام الرئيس عبد الفتاح السيسي، واسافر بره مصر، واروح برنامج ذا فويس كيدز. حاجات كتير عملت انجازات كتير في وقت صغير. كان رقم 1 طبعا توفيق ربنا، بعديه على طول بيجي دعم الاهل ليا طبعا، بابا وماما في البيت بقى في اي مكان. انت برضو في انت في الاوبرا. احكي لي بقى الكواليس، دخلت ازاي؟ عملت ايه؟ انا اول يعني هتتوقعي ان انا اول ما رحت اصلا ما كانوش مقتنعين بيا تماما. مين ما كانش مقتنع بيك؟ كان في الاوبرا. بلاش نقول بقى مين. يعني حد في الاوبرا. ما محمد صلاح ما حدش كان مقتنع بيه، بس بص محمد صلاح يعني بقى عامل ازاي كده. ولكن اللي اقتنعت بيا جامد الله يرحمها دكتور نادي عبد العزيز. دي قالت لهم اصبروا عليه، وقالت لهم بالبلدي كده اتقلع الرز لما يستوي. فعلا شهر بالظبط وترشحت لاول حفله، بعدها بفتره صغيره غنيت قدام الرئيس عبد الفتاح السيسي. هي عايزه تاني. طيب كانت فاهمه ان انا اول مره، الرهبه، في رهبه في الموضوع ان انا خايف ان انا اوبرا بقى والكلام ده. ولكن ربنا يرحمها، كل ما بفتكرها فعلا يعني بتاثر. من الناس الجميله جدا اللي انا شفتها اكيد، واللي كانت بتدعمك بدايتي اصلا. طيب عايز اسمع حاجه. اسمعي بقى. ايه؟ قولوا تغنوا حاجه. بصوا بقى احنا هنعمل ايه، هنغني كل واحد لوحده وهنغني هما الاثنين مع بعض. تمام. تبداوا بايه؟ انتوا الاثنين مع بعض ولا كل واحد لوحده؟ لا احنا هنختم مع بعض. خلاص يبقى نبدا بيك. يلا هتسمعي ايه؟ تحب تسمعي مين؟ بهاء سلطان مثلا. يلا يلا بينا. انا غلطان؟ يلا يا سلام، انا غلطان فعلا. وانا غلطان عشان حبيت وبينت اهتمامي بيك، عشان كده يعني
بقيت منفعشي ومن نظرك نزلت ما بقتش لايق ليك وكان مفروض ما حبكش ولو حبيت ما بينش ودلوقتي خلاص همشي انا وقلبي اللي دايب فيك وليه طيب طيب عشان طيب عشان يعني اللي في قلبي على لساني بتكسرني وتخسرني بتخسر حب مش سهل تلاقيه تاني بتخسر حب مش سهل تلاقيه تاني مفيش أسباب أنا اللي اخترت من الأول أعيش في عذاب ألومك ليه وأقول لك إيه ما أنا اللي جريت وراه وهم وطلع كذاب تعبت كتير وبتألم يا رب أفوق وأتعلم ومن بكرة أنا وإنت هنتقابل ولا الأغراب. ايه ده ايه ده ايه الحلاوة والجمال وايه ده حبيبتي والله بجد والله يعني يسلم يسلم فمك زي ما بيقول يعني شكرا ربنا يخليك. ساندرا هتكلم معاكي شوية بعدين نسمع برضو حاجة عايزة اتنقل لمسابقة المبدع الصغير دخلت فيها ازاي احكي لي بقى مين اللي قالك عليها ولا مامتك ولا باباكي ولا اصحابك ولا ايه هو انا شفت اعلان في الاوبرا عن المسابقه وحفظت اغاني الدكتور حفظني اغاني وكده وان انا ابقى مستعده وسجلتها في البيت صورتها وكده هو لازم تسجلي وتصوريها في البيت فيديو عادي كانوا ثلاث اغاني كانوا ايه بقى ولا مش فاكراهم الدنيا غنوه ومين يشتري الورد ويا بدع الورد الله الدنيا غنوه نانسي عجرم لا الدنيا غنوه مين ليلى مراد انت بتهرجي بقى انا قلت هتغني الحاجات الجديده تغني القديم والحاجات وبعدين احكي لي وبعدين كانوا صفونا من 10 كنا كتير بعدين كانوا اخر 10 بقى وكنت انا منهم وبعدين كلمونا قالوا لنا ان انا كسبت الله عملتي ايه بقى لما كسبتي عملتي ايه كنت فرحانه جدا وبشكر ربنا ان هو كان واقف معايا في كل حاجه وان هو كان واقف معايا بجد مبروك يا حبيبتي تستهليها بجد طب سمعينا حاجه بقى ايه سمعينا ايه نسمعينا الهوا يلا بينا طبعا نسمع علينا الهوى من مفرع الوادي يا هوى دخل الهوى خدني على بلادي نسمع علينا الهوى من مفرع الوادي يا هوى دخل الهوى خدني على بلادي يا هوى يا هوى ياللي طاير بالهوى في منتورة طاقة وصورة خدني لعن دنيا هوى فزعني يا قلبي اكبر بيها الغربي ما تعرفني بلادي خدني 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 على بلادي نسم علينا الهوى من مفرع الوادي يا هوى
دخل الهوى خدني على بلادي. ايه ده؟ الله. انا هبوسك واحضنك بعد ما نخلص الفقره دي. انت قمر وصوتك يجنن وجميله جدا. بما انك انت اكبر منها شويه الصوت بيتغير مع السن يعني أكيد. كل ما السن بيكبر يعني ممكن حد يبقى صوته مش حلو قوي بس لما يكبر صوته يبقى قوي. والله انت هي صوتها قوي من دلوقتي ما شاء الله يعني. هو انا هقول لك على حاجه، مفيش حد بيتولد متكامل في الموهبه. لازم بيشتغل على نفسه يعني. اكيد انا من 3 سنين او 4 سنين ما كنتش زي دلوقتي اكيد، او من اول ما بدات خالص ما كنتش زي دلوقتي، لكن التطور والممارسه الكتيره هي اللي بتخلي الواحد يبقى متمكن اكتر. اكيد ومفيش حد كامل طبعا اكيد صح، ولكن بيبقى متمكن، بيبقى مثلا عنده اكسبيرينس اكتر في الموهبه وبيعرف هو بيعمل ايه. وزي ما انت قلت التدريب مع الموهبه يعني هي كلها عوامل مع بعض. طب خليني اسالك انت بقى بالنسبه للمسابقه، انت تاني مره اعتقد بتشارك في المسابقه دي. ايه بقى المختلف في المرتين؟ انا مش هقول بقى ظلم والكلام ده، مش هعلق مثلا ايه عدم توفيقي مره بحجه، لكن الرسالة اللي يمكن أنا النهاردة طلع أقولها بعد ما قدمت أول مرة وثاني مرة خدت المسابقة. أنت أول مرة ما حلفكش الحظ كسبتش، مع إني ما أحبطتش بقى والكلام ده. برافو عليك. قلت لهم في البيت أنا هدخلها تاني وهكسب، ويعني كان عندي ثقة، مش تكبر ولا حاجة. قلت لهم أنا هدخل وأكسب. طب ركزت على إيه بقى؟ ما أنت واحد واخد قرار إن شاء الله أنا هدخل وهكسب. ركزت على إيه اللي ركزت عليه؟ ركزت إن أنا أغني حاجات صعبة. حاجات صعبة غيري يعني، غيري مش موضوع مش هيعرف يغنيها. يعني ما كنتش هغني حاجة سهلة عشان محدش ياخد باله في العرب في مش عارفة ايه الحاجات بتاعتكم. لا هي حاجات ممكن اي حد يغنيها، ولكن مش كله متمكن منها. في تكات بسيطة يعني زي المواويل الصعبة جدا باللغة العربية باللهجة بقى بالكلام ده. ده اللي خلاني اكسب المسابقة. حتى الموسيقار هاني شنودة يعني هو قال لي كلمة حلوة قوي وانا بغني في المرحلة التانية. قال لي انت لو في منك 10 في الوطن العربي، انا ذات نفسي هموت وانا مطمن على الفن في مصر والوطن العربي. طب ده يعني واحد زي الموسيقار هاني شنودة اللي بيقول لك كده. قال لي كل حاجه فيك زي يعني 10 من 10 ما شاء الله. قال لي صوتك تحفه. فدي يعني حاجه يعني عجبتني ان انا اول مره اصلا ما تاهلتش للمرحله الثانيه، وتاني مره اكون انا الفائز بالجائزه الاولى. ويمكن دي برضو رسالة لكل الناس اللي بتتفرج علينا، على فكرة مش شرط في مجال الغنى يعني في اي مجال. انت ما حلفكش الحظ مرة، ما تكتئبش وتقول لا وانا قاعد وانا خلاص وانا عملت اللي عليا. ده اكيد. فبرافو عليك ان انت لو جينا هنبص مثلا، انا لو قعدت خلاص احبط هروح فين؟ هفضل قاعد مكاني. انما لما اقوم وفشلت تاني مش مشكلة، بس اسمي ان انا بقيت بسعى لحاجة صح لحد ما هحققها. ايه يعني انا النهاردة ما كنتش كسبان، النهارده انا جاي النهارده معايا الجايزه وقاعد فخور ان انا كسبت الجايزه دي وممتن جدا للمجهود اللي انا عملته. ويعني اعتقد ان اكبر دليل على نجاحكم انتوا الاثنين ان انتوا قاعدين هنا على شاشه محترمه زي اكيد طبعا شاشه قناه المحور. انا عارفه ان انتوا طلعتوا في قنوات كتير. ده شرف لينا طبعا، برضه شرف لينا ان انتوا بجد معانا. طيب ساندرا بيدلعكوا يقولوا لك ايه؟ ساعات بيقول لي سندوره. عشان انت سندوره جميله صغننه بجد يعني. طيب سندوره احكي لي، انت لسه صغننه 11 سنه صغننه، بس يعني في مشوارك الفني الصغنن قابلتك حاجه زي احمد اكتئبتي قلتي لا انا مش هكمل، رحتي لمامتك يا مامي انا مش هكمل، لا انا زهقانه انا مظلومه انا كده، ولا لا ما حصلكيش حاجه كده؟ لا يعني ما بحبش اصعبها على نفسي او كده، بحب ابقى سهله. يعني بس يعني والناس اللي معاكي حوائل، انت كمان جميله يعني انت بجد يعني عايز اقول لكم هي كمان على الطبيعه جميله وكيوت ورقيه. انت عندك اخوات ولا انت الوحيده؟ بيغنوا برضو؟ اختين هم يعني مش بيقولوا وحش، هم بيقولوا صح بس يعني مش محتاجين تدريب شويه. دول اكبر منك طبعا؟ اصغر منك؟ ده عيله فنيه، ده حاجات جميله قوي بجد. صغننين ده شفتهم عسل 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 عسل. طب قولوا لي علشان انا يعني هسالكم سؤالين وبعدين هنختم باغنيه ونطلع لفاصل بعد كده. بس قبل بقى ما نسمع الأغنية، أحمد أنت نفسك في إيه؟ أنت طبعاً داخل ثانوية عامة، محتاجة أن أنا أقول لك أن أنت لازم تذاكر كويس، تركز في مذاكرتك، دي أهم حاجة علشان اللي يقول لك يا عم ما أنا لا الشهادة مهمة جداً 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 جداً، فقول لي أنت ناوي على إيه إن شاء الله الفترة الجاية؟ أنا ناوي على إيه الفترة الجاية؟ يعني الفترة دي إن شاء الله يعني أنجح في ثالث ثانوي وأجيب مجموع عالي أدخل كلية محترمة، ولكن ناوي على إيه في العموم؟ عايز اغير الفن شويه في مصر. ايه اللي مش عاجبك فيه؟ كل حاجه.
كل حاجه ما عدا جانب واحد بس لسه ثابت اللي هو الاوبرا بقى والحاجات الرسميه، انما كبره في السوشيال ميديا انا اول مره اشوف شاب موضوع ما بي يعني بيقول لك كل الشباب. انا ابني على فكره يمكن اكبر منك بكام سنه، لا مش هتكسف ان انا اقول، لا بيسمع اغاني مهرجانات والاغاني اللي هي الراب والحاجات دي، لكن انت ما بتسمعش مهرجانات، ما بتسمعش الحاجات دي. انا الراب 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 نوع الراب بتسمعه طبعا كده لكن مهرجانات بره عن الفن لا. هو فن اسمه الراب ليه اصوله بيتغنى، انما موضوع بقى المهرجانات وسرقه الالحان اللي كانت بتحصل الفتره اللي فاتت دي لا. طيب انا بتنبأ لك وافتكر كلمتي، انتوا الاثنين هتبقوا حاجه كبيره بس ما تتنكوش علينا بعد كده. لا لما نكلمكم تعالوا تيجوا على طول، ولا بقى عايزين فلوس ولا ولا مش فاضيين ولا كلموا مدير اعمالنا ولا الكلام ده، اتفقنا. طيب ساندرا انت نفسك تعملي ايه الفتره اللي جايه؟ انت لسه قدامك كتير، فنفسك ايه يعني الحاجه اللي نفسك فعلا تقدميها ايه؟ نفسي ان ابقى شاطره في مذاكرتي يا روحي، وان ربنا يبقى واقف معايا كده في مذاكرتي، و ان انا افضل اغني في الاوبرا واتطور ويخليلي بابا وماما يا روحي. ربنا يخليهم لك يا حبيبتي يا رب. انتوا نورتوني وانا كنت سعيده بيكوا جدا وفخوره بيكوا جدا بجد، ان انتوا كنتوا هنا موجودين معانا، وزي دايما ما بنقول ان مصر فعلا ولاده، وهو اكبر مثل ودليل، ومش كل الشباب وحشه، ومش كل الشباب على فكره بيحبوا ويسمعوا حاجات وحشه، او يعني مش هقول وحشه، اغاني الاغاني اللي هي اللي احنا بقت معتاده دلوقتي مع الشباب. نماذج حلوة جدا اهي. احمد وسندرا نورتونا. احنا هنطلع لفاصل، بس قبل الفاصل هنسمع بقى الاغنية، ومن الاغنية على الفاصل. يلا قولي. مصر يا ام الدنيا يا حبيبتي يا بلدي، قلبي وروحي وعقلي يا حياتي يا بلدي، يا جنوه المسافر لما يكون بعيد يفتكرك في غربه ويقرب البعيد، يا جنوه المسافر لما يكون بعيد يفتكرك في غربه ويقرب البعيد، بنلف المواني وبنرجع لك تاني، بنلف المواني وبنرجع لك تاني، تاخدينا بالحضن ودايما لابسه ثوب جديد. مصر يا ام الدنيا يا حبيبتي يا بلدي، قلبي وروحي وعقلي يا حياتي يا بلدي، أرض الخير يا بلدي ويا وطني الحبيب، بنحب اللي يحبك مهما يكون غريب، أرض الخير يا بلدي ويا وطني الحبيب، بنحب اللي يحبك مهما يكون غريب، يا أم القلب الطيب فيك الصبر الطيب، يا أم القلب الطيب فيك الصبر الطيب، ومهما ليلك طول شمسك عمرها ما تغيب. مصر يا أم الدنيا يا حبيبتي يا بلدي، قلبي وروحي وعقلي يا حياتي يا بلدي. مشاهدينا ولسه مكملين مع حضراتكم وكلامنا عن الابداع والمبدعين لسه ما انتهيش، وده الحقيقه لاني فخوره بجد ان في ولاد وبنات قدروا ان هم يبدعوا ويوروا ابداعاتهم ومهاراتهم للكل، وهم الحقيقه لسه يا دوب يعني ما كملوش كده 18 سنه. والحقيقه انا مبسوطه جدا النهارده معانا اتنين من النماذج اللي قدروا ينجحوا ويشتغلوا على نفسهم بشكل كبير جدا عشان يوصلوا لجائزه الدوله للمبدع الصغير المقامه تحت رعايه السيده الفاضله انتصار السيسي، واللي هيكلمونا بقى النهارده ازاي قدروا يوصلوا لده، قدروا ازاي يفوزوا بجائزه او لقب المبدع الصغير. وفخوره جدا الحقيقه ان يكون معانا النهارده ومنورنا في الاستوديو معايا النهارده احمد حسين الفائز بجائزة الدولة للمبدع الصغير في التأليف المسرحي، وكمان موجود معايا فيروز الشريف الفائزة بجائزة الدولة للمبدع الصغير في فئة الرسم.
اهلا بيكم وفخوره جدا بيكم وانتم النهارده منورينا. ابدا بقى بيك يا احمد عشان انا شايفاك صغير كده ومعرفش يعني ايه تاليف مسرحي. يعني انت احكي لي عن نفسك كده وقول لي اسمك. طبعا انت اسمك احمد. قول لي في سنه كام وقدرت ازاي ان انت تبتدي في ان انت تعرف تالف؟ انا في سته ابتدائي انا بدات موضوع التاليف. بدا معايا ان مامتي كانت بتحكي لي قصص كتير وانا صغير، فانا حبيت الموضوع وبدات الف قصص من وانا عندي 8 سنين مثلا. ما شاء الله. فبعدها خدت ورشه مع الدكتور احمد زحام في المركز الثقافي مع الدكتور محمد ناصر. فتعلمت ازاي ايه الكتابه المسرحيه وازاي الشكل بتاعها. فروحت كامب الجلاله تبع جامعه الطفل 3 ايام، كانوا بيعلمونا ايه مخاطر التغير المناخي، فانا حبيت ان انا اربط الحاجتين ببعض واطلع مسرحيه اوعي فيها الاطفال الصغيرين ازاي ان هم حافظوا على البيئه. فالمسرحيه كان اسمها نصف طبق. كان ولد اسمه وليد كان بيقدر في الموارد، يعني كان بيغرف اكل كتير وما كانش بيخلصه كله، وكان مثلا بيهدر في المايه بيلعب بيها وكان بيهدر في الموارد. فمامته حذرته ان دي لها عواقب شديده جدا. فبعد كده دخل ينام فحلم ان كل حاجه بقت بالنص، يعني مثلا طبق الرز بقى نص، كوبايه المايه بقت النص. فحلم بقى ان هي بتكلمه بتقول انت هدرت فينا، فاحنا دلوقتي كل حاجه قلت بسببك. فلما صحي بدا ان هو يحافظ على الموارد ويحافظ على الاكل والميه. ما شاء الله عليك يا حبيبي، انا فخوره بيك قوي فعلا. طيب هو انت في حد من الليل عندك بابا او ماما كانوا بيشجعوك على ده، ولا كانوا هم اصلا بيكتبوا مثلا بيالفوا اي تاليف سواء مثلا تلفزيون او مسرح او اي حاجه؟ هم كانوا بيشجعوني وبس، يعني من خلال بس ان هم كانوا بيحكي لك حكايات يعني وانت كنت صغير. كنت اصلا لما اكتب بالف حاجه كنت بوريها لهم واخد رايهم فيها، يقولوا لي ايه العيوب ايه الحاجات اللي محتاجه تتطور كده مثلا. ما شاء الله عليك يا حبيبي، ربنا يحميك يا رب. طيب فيروز احكي لي قصه الرسم بالنسبه لك بدات وانت عمرك قد ايه تقريبا؟ لا انا كنت بحب الرسم من وانا صغيره، وكنت كل البنات بيحبوا الرسم، بس انا مبسوطه بيكي ان انت قدرتي ان انت تطوري ده. احكي لي يعني كنت بتحب الرسم عادي زي اي بنت من انت صغيره؟ كنت بحب الرسم مثلا لو كنت فاضيه وزهقانه مثلا اقعد ارسم. بس بدات بقى انمي الموهبه واكتشف ان انا تطورت معاكي ازاي بقى؟ لما الكورونا جت وانا كلنا قعدنا في البيت، فبدات بقى اتفرج على فيديوهات، اخد كورسات، انزل المكتبه اشتري ادوات رسم حتى لو مش فاهمه بستخدمهم ازاي، بس بجيب وبجرب. بدات بقى اخد كورسات واتعلم بجد، وحسيت فعلا ان انا يعني هتعرفي تبدعي في الموضوع موهوبه، يعني في موهبه شويه غير ان انا بحبها. بس رسمك خيالي ولا انت يعني ممكن ترسمي حد؟ هو عادي ممكن ارسم حد، بس انا بفضل ان انا ارسم حاجات خياليه اكتر. بتحبي الموضوع تطور معاكي دلوقتي بقيتي تعملي ايه؟ دلوقتي مثلا برضو لما ببقى فاضيه وعايزه ارفه عن نفسي بخش ارسم. افتح بقى النت ادور على صور اقتبس منها، رسومات عجبتني احاول اعمل زيها بس ستايلي انا. يعني فعلا يعني صور مبدعه فعلا يعني تستحق اللقب. طب كلميني على الجايزه، وصلتي ليها ازاي واحكي لي كده يعني ايه اللي وصلك لانت تاخدي الجايزه؟ طبعا بصراحه يعني انا اتعرفت على المسابقه قبل الديو ديت بتاعها باربع ايام. فانا كنت اتزنقت شويه، بس كنت مبسوطه ان انا بجرب حاجه جديده. وفكره ان انا اقسم وقتي ما بين المذاكره و طبعا احنا شايفين صور جميله والرسم مبهره وفعلا ابداع فيها. كملي احنا شايفين وانت بتتكلمي. فكره ان انا كنت بقسم وقتي ما بين المذاكره والرسم كانت صعبه شويه، بس انا كنت مستمتعه ان انا بعمل حاجه جديده وبعمل زي مشروع عليا انا، يعني كل حاجه اكتب يعني بقتبس من الانترنت صور كتيره جدا عن مستقبل مصر. وكل صوره تعجبني اخد منها حاجه واحطها بقى في اللوحه بتاعتي. طيب انا شفت دلوقتي لوح كتير وصور كتير جدا الحقيقه فيها ابداع وفيها خيال بشكل كبير جدا ما شاء الله، يعني مش صور عاديه وعشوائيه، لا صور. ما فكرتيش او انت ده مش حاطاه في بالك ان انت مثلا تشتغلي على نفسك وان انت تعملي معرض وتعملي تابلوهات تبيعيها وتعملي الكلام ده، كل ده في بالك ولا انت دي خطوه لسه مؤجله؟ لا في بالي، وان شاء الله هدخل كليه فنون تطبيقيه قدمت عليها. وان شاء الله هتقبل وهدخلها، وهحاول لما اكبر بقى ابقى ديزاينر ومعروفه يعني وعندي اتيليه وكده. احنا شايفين طبعا وفيروز بترسم.
دايما انا بقول الفن ده الرسم ده فن، يعني انت دايما يبقى خيالك واسع قوي عشان انت تقدري تطلعي لوحه. وطبعا احنا شفنا لوح فعلا جميله جدا جدا في الاول. مين اللي ساعدك ان انت يبقى عندك الموهبه الفن او يطلعها من جواك؟ يعني البنات اللي بشوفهم في سن صغير بيلونوا مثلا على خشب على اي حاجه مرحله وبتنتهي، اللي طور ده عندك مين؟ طبعا مامتي وبابايا شافوا ان انا يعني في عندي موهبه فحاولوا ينموها، فهم اللي كانوا بيدوني كورسات في الكورونا، واخدت كورسات مع مدرسه اسمها مس نسمه كانت بتساعدني جدا وبقت صاحبتي دلوقتي يعني. طب كويس. فايوه فكانوا بيشجعوني جدا، وكل اهلي مثلا اخلص رسم ابعت لهم على جروب العيله كلهم يقولوا الحاجات الحلوه اللي فيها. بصي انت دلوقتي يعني بتنقلي صوره لاعمار كثيره جدا بتشوفنا دلوقتي، وفعلا انت ممكن تشجعيهم ومثال مشرف لكل المصريين الصغيرين اللي ممكن يكون فعلا عندهم احلام كبيره جدا جدا وللاسف ممكن ما تتحققش لان طبعا ما فيش مساعده من الاهل. فانا طبعا بشكرك جدا ان انت قدرتي ان انت تنمي حاجه جواكي وما سكتيش عليها، فدي حاجه جميله جدا وبشكرك عليها. ارجع بقى لاحمد. احمد انت بتحب القرايه جدا من انت صغير، وقلت لي ان باباك ومامتك كانوا معاك من سن صغير وكانوا بيحكي لك يعني حواديت كتيره جدا او قصص وانت صغير. الموضوع بقى عندك لما انت ابتديت ان انت تكتب، جاء من عند مامتك وهي بتحكي لك انت قمت قلت لها انا عايزه اكتب والف، ولا جيت قلت لها انا في حاجه ببالي عايزاكي تكتبيها لي؟ لا، هو اولا يعني اول قصه انا فاكرها يعني انا الفتها كان مامتك كانت بتقرا لي قصه، فانا حبيت يعني ايه اعملها جزء تاني. ماشي، فمامتي ساعدتني برضه. يعني انت جيت قلت لها يا ماما انا عايزاكي تكملي لي في حاجه في دماغي قصه انا مالفها عايزاكي تكتبيها. كل واحد ممكن يالف يعني انا دلوقتي ممكن الف حاجه كده وبتيجي ببالي، بس ان انت تسجلها وتحس ان انت هتعرف تبقى كاتب او تالف او كده، دي بالنسبه لك مين اللي خدها منك؟ انت اللي حسيت قلت انا عايز اكتب القصه دي، ولا انت كانت في بالك ويعني احكي لي؟ لا انا كنت عايز اكتبها لان انا لقيت القصه مشوقه واكيد لازم يبقى لها جزء تاني مثلا. يعني علشان القصه خلصت يعني المفروض يبقى لها باقي، فانا حبيت ان اعمل الباقي ده. باباك معاك كان هو بيشجعك على الموضوع ده؟ والله. طيب. يا ماما. طب حلو جدا. طب احكي لي عن الجائزه لما انت رحت شاركت وخدت الجايزه، احكي لي كنت انت يعني مبسوط فرحان حسيت ان انت فعلا هتتكافئ وتاخد جايزه، ولا الموضوع كان بالنسبه لك ان انت بتتسلى وخلاص؟ هو انا كنت فرحان طبعا لان يعني جايزه كبيره طبعا، فكنت حاسس ان النسبه 60% ممكن اخدها او بنسبه 70 يعني حاجه في النسب دي. انت خدت جوائز على القراءه قبل دي؟ لا دي اول جايزه اخدها للقراءه. طب احكي لي بقى وانت بتاخد الجايزه، وكنت عامل حسابك ان انت هتاخد الجايزه ولا جت بالصدفه؟ احكي لي كده وانت طالع تاخد الجايزه ايه اللي حصل اول يوم ده، ايه اللي عملته فيه؟ كنت مبسوط جدا يعني حاجه كبيره طبعا، ف كنت حاسه انها فرحان واكيد هتفرق معايا جدا في مستقبلي وفي نفسيتي طبعا. كانت حاجه مشرفه. انت قمر ما شاء الله عليك، مبسوطه بيك جدا يا حبيبي. طيب قول لي الحكايات اللي كانت مامتك بتحكيها لك وانت صغير، هي دي بس اللي ساعدتك، ولا انت من صغرك عندك الخيال اللي انت ممكن تقعد تفكر وتفكر في قصص ممكن تحكيها او ممكن تقراها؟ يعني القصص دي جات لك منين؟ ايوه، هي مامتي لما كانت بتقرا لي القصص يعني انا كنت يعني معظمها كان خيال، فانا كنت بحبب ان انا بقلب قصص خياليه. ماشي، يعني انا خدت فكره الخيال دي من القصص اللي مامتي كانت بتقراها لي. بس السكريبت بقى او النص المسرحي بتاع القصه المسرحيه الخياليه او قصه خياليه دي منها. حلو جدا. طيب ارجع لفيروز وعايزه اقول لك يعني احساسك ايه وانت بتاخدي جايزه لقب المبدع الصغير؟ كنت مبسوطه جدا وفخوره بنفسي قوي، وحسيت ان انا يعني عندي موهبه ولو نمتها ممكن ابقى حاجه كبيره قوي في المستقبل. حسيتي بنفسك وانت بتاخدي الجايزه ان انت عندك حاجه ولازم تكمليها؟ يعني ما وقفش ان انا اخدت يعني جايزه الدوله المبدع الصغير، لا عايزه اكتر، عايزه يعني حماسي بقى اكتر. في سنه كام؟
انا في ثانيه ثانوي بس هدخل الجامعه. شكلك اصغر من كده في ثانيه ثانوي. طيب انت عندك اي مواهب ثانيه يعني الرسم بس وقفتي عليه؟ دايما البنات في السن الصغير بيلعبوا بقى باسكت بول ومش عارفه بيلعبوا العاب وبيروحوا تمارين، انت يعني عشان توصلي للوحه اللي انا شفتها دي اكيد كنت متفرغه بس للرسم وللفن، في حاجات تانية موجودة معاكي ولا هي دي بس الرسم اللي كنت؟ لا كنت بلعب رياضة، كنت بلعب باسكت بس لما جت يعني لما كبرت شوية عوزت ان انا انزل تريننج واشتغل فوقفت وبقيت ارسم واشتغل. حلو، يعني دي برضو فكرة جميلة جدا من الافكار المبهرة اللي بتجيلنا من سن صغير، واحدة في تانية سنة بتقولك انا عايزة انزل اشتغل. نقف بقى عند الكلمة دي وقوليلي يعني ايه فكرتي تنزلي تشتغلي؟ فكرت اعمل حاجه جديده واعتمد على نفسي من وانا صغيره، يعني من وانا صغيره في سني ان انا لما اكبر وابدا انزل اشتغل يعني مش هحتاج ان انا اقعد اتعود واتعب. اشتغلتي ايه؟ يعني روحتي مكان اشتغلتي فيه؟ برافو عليكي، ممتازه الحقيقه. طيب يعني دلوقتي انا عايزاكي تقولي نصيحه بقى كل البنات اللي فعلا في سنك، ان بيبقى في صعوبات كتير جدا ممكن تقف قصادك، يعني وانت بترسمي لوحه اي حد في الدنيا لو بيعمل حاجه ممكن يرسم حاجه تبوظ منه، اكيد واجهتك بعض الصعوبات او شويه تحديات كده ممكن تقفلك، ممكن شخصيه صغيره تانية زيك تقول والله انا مش مكمله تاني، وممكن ده يجي حد في سن كبير. احكي لي نصيحه تحكي تقوليها النهارده لكل الناس، والصعوبات دي ممكن كانت قابلتك انت عملتي ايه فيها ساعتها؟ للناس اللي بترسم يعني؟ لاي حد عنده اي مواهب ومش عارف ينميها. هو اكيد كلنا مش نفس الذوق، يعني مثلا في الرسم في رسمه انا ببقى شايفاها حلوه قوي وعجباني بوريها لصحابي مثلا اللي هو شكلها مرعب او شكلها يعني مش تشدهم يعني، فكلنا لينا اذواق مختلفه. وحتى لو مثلا انا وقفت في حاجه او لقيتها صعبه اتعلم فين الصعب واحاول انميه ما اوقفش يعني. برافو عليك. طب قولي لي ايه اكتر الحاجات الصعبه اللي انت قابلتيها وانت بترسمي كده؟ اكيد في يوم كده في حاجه باظت منك. اكيد يعني احساسك بقى ساعتها ان انت مش هتكملي، زهقتي كده بقى رجعتي بعد يوم، ولا انت لا بتبقي قاعده كده ومقرره انت تخلصي اللوحه دي النهارده؟ لو مثلا اللوحه باظت مثلا وانا مش عايزه اكملها دلوقتي ده وارد بيحصل عادي. يعني مفيش مشكله بكملها تاني بكره عادي، او ممكن لو انا باظت مني احاول لا احاول بالطريقه دي ان انا في حاجه مثلا بايظه فيها، مثلا عينيها بايظه ليه ما كملهاش ان انا قصدي اعمل كده، يعني احاول اصلحها. بس يعني انت بتصلحي الغلط اللي عملتيه بفكره تانية تتشاب منظور تاني. ممتازه، برافو عليك. طيب احمد، فكره المسرح فكره واسعه وفكره كبيره وفي فنانين كتير، انا عايز اعرف انت بتحب مين من الفنانين؟ طبعا الاستاذ احمد زحام والاستاذ محمد ناصف والاستاذ طفيق الحكيم والاستاذ فاطمه المعدول، مجمع لها قصص ومسرحيات بس لسه ما قريتهاش. طب دلوقتي بتحبي مين بقى في الناس الجداد في المسرح لما بتتفرج على التلفزيون ومسلسلات؟ مين مثلك الاعلى كده لما بتشوف نفسك تكتب كده مسرحيه للناس دي وتكسر الدنيا بيها؟ هو مفيش حد معين بصراحه، بس يعني لو اي حد بيعمل مسرحيه ممكن اكتب له يعني، وكلهم كبار طبعا. طب قولي بتحب تتفرج على ايه من المسرحيات؟ مثلا اللي هي المسرحيات الكوميديه اللي هي بتضحك دي، اللي مش ما يبقاش فيها بؤس مثلا، لا اللي بتضحك مثلا. بتحب الحاجات الكوميدي؟ بتحب مين من الممثلين دلوقتي؟ دلوقتي ممكن احمد عز. بتحب احمد عز؟ بس مش كوميدي احمد عز قوي، لا انت بتحبه بس الاكشن حلو يعني. بتحلم بايه بعد كده؟ يعني انت عملت مسرحيه دي حاجه كبيره، كتبت حاجه دي حاجه كبيره جدا، عايز تكمل بنفس الشكل انت تكتب مثلا مسرحيات كوميدي، ولا انت بتفكر انت بعد كده ممكن في يوم من الايام تبقى كاتب مثلا مسلسل، تكتب فيلم، تكتب حاجه مثلا اكشن، حاجه دراما، ولا انت عايز بس تتخصص في حاجه واحده؟ هو يعني انا بحب اكتب كوميدي، بس بعرف اكتب الحاجات التانيه برده، بس بحب ناوي بقى لما تكبر ان انت تعمل كده. طب انا عايزاك دلوقتي تشكر، يعني تشوف كده بص للكاميرا وتشكر اكتر حد وقف جنبك ان انت في الاخر تاخد جايزه زي دي. شكرا يا ماما. حبيب قلبي، ربنا يا رب يحميك. وانت يا فيروز عايزه تشكري مين النهارده؟ عايزه اشكر ماما وبابا وجدتي وجدي لانهم اكتر ناس شجعوني، واخويا عمر، دول اللي كانوا معاكي على طول. بجد انتوا نورتونا
وكانت فقره جميله جدا جدا، وانتم فعلا مثال مشرف لكل الاطفال اللي بيشوفونا النهارده، ودي رساله طبعا من برنامج هو وهن لكل الاهالي اللي بيشوفونا النهارده، ازاي تدعموا اهل اولادكم، ازاي ان انتم تشجعوهم، ازاي ان انتم تنموا مهاراتهم، تفكروهم ان دايما في موهبه جواهم، وانتم السبب الاول والاخير او المصدر الوحيد ليهم ان هم يطلعوا كل المواهب اللي موجوده عندهم. بجد دي حاجه حلوه جدا 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 ان احنا فعلا ننمي مهارات ولادنا. مشاهدينا كده فقرتنا انتهت، بنشكر ضيوفنا اللي كانوا منورينا، شكرا جدا ليك يا فيروز، شكرا ليك يا حبيبي. مشاهدينا كده فقرتنا انتهت، ولكن لسه مكملين مع حضراتكم، نروح لفاصل صغير ونرجع تاني، استنونا. ورجعنا لكم مره تانية في هو وهن، ولسه كلامنا عن الابداع مستمر. معايا في الفقره دي بنت قدرت انها تبدع ولكن في مجال الرياضه. الحقيقه حققت انجاز كبير في الرياضه، ومش بس على المستوى المصري لكن كمان على المستوى العالمي. قدرت انها تفوز في بطوله العالم للقوه البدنيه لفئه الناشئين وتحصل على الميداليه البرونزيه وسط كم من المشاركين من 50 دوله. ضيفتي منورانا النهارده في الاستوديو هيا خالد، الحاصله على برونزيه بطوله العالم للقوه البدنيه. هيا مبروك طبعا. الله مرحب بيكي، منورانا النهارده. والله انا سعيده ان انا جبتوني هنا. احنا كمان. خلينا كده في الاول نبدا معاكي بحبك للرياضه. ابتدى امتى؟ انت بتتمرني من امتى اصلا؟ اوكي، انا بدات باور ليفتنج بقالي من سنه ونص، ابروكسيمتلي من سنه ونص، وقبليها كنت بلعب جيم فور اراوند كده سنتين، وقبل كده كنت بلعب سويمنج من وانا صغيره قوي، بس لايك نون كومبتيتيف، از ان ما بدخلش بطولات سويمنج او كده، وما دخلتش بطولات طول حياتي خالص في اي رياضه ثانيه. بيسكلي الباور ليفتنج بدا معايا من الجيم. سو نزلت جيم، كنت عايزه اغير من شكل جسمي، كنت عايزه افيل كونفيدنت اكتر، كنت عايزه احسن من نفسي قوي في كل حاجه. كنت عايزه يعني اوفرول ابقى بيرسون احسن من كده بكتير، يعني اي وازنت هابي باللي انا كنت الستيت اللي انا كنت فيها. سو قررت انا هاخد الستيب اللي انا اروح جيم واهتم بنفسي، و يعني اشوف ايه التغييرات اللي ممكن تحصل. مش معنى باور ليفتنج باور ليفتنج. سو انا عايزاكي عامه تشرحيها لنا اكتر يعني. اوكي، انا لسه بس عشان هو في ترانزيشن حصل وكده. اوكي قولي لنا. سو بعد الجيم بدات شويه كنت خايفه من الويتس، وكان مش عاجبني اللي هو موضوع البنات شيل ويتس واوزان وماسلز وبالكي وشي هالك وحاجات كده، كنت خايفه قوي. بعدين شويه بدات العب بالويتس ودخلت اونلاين، بصيت ما فيش حاجه اسمها البنت تبقى تبني عضل كتير قوي تبقى شكلها بالكي. وكان في تمرينه من التمرينات اسمها الديدليفت اللي هي رفعه السحب. سو الديدليفت عجبتني قوي، يعني كنت بحب ان انا اشيل في الديدليفت كتير، كان عاجبني الموضوع بالذات الاونلاين، كان في بنات بيشيلوا اوزان فظيعه. يعني ما تتوقعيش البنات دي تشيل الاوزان دي كلها، وجسمها اسمها حلو، يعني عاملين شيب فظيع وكده. سو انت ازاي قدرتي تحافظي على جسمك؟ يعني زي ما قلت كده بنات كتير بتخاف تلعب رياضه زي دي علشان العضلات. اكزاكتلي. عملتي البالانس ده ازاي؟ سو بيسكلي الموضوع مش معناها اللي انت بتلعبي بويتس معناها اللي انت هتبني عضل، از ان كميه العضل اللي عندك او الكتله العضليه دي هي ليها علاقة شوية بالقوة نفسها بالسترينث، لكن مش لازم يبقى تبقي بالكي ويبقى عندك سترينث كتير. As in يعني مثلا العضل بيساعد اللي انت تشيلي اكتر، بس مش لازم يبقى عندك عضل كتير عشان تشيلي كتير قوي. القوة ملهاش علاقة قوي بالمسل سايز نفسه. انت قلت ان انت كنت عايزة رياضة تغير، كنت حاسه ان انت كنت عايزه اتغير، كنت عايزه احس بكونفيدنس اكتر، كنت عايزه ان انا ابقى حاجه او ان انا اغير من نفسي. وصلت يعني اللي انت عايزاه؟ غيرت I think شخصيتك؟ I think so. Like I'm happy with myself و I wanna be better، يعني عايزه ابقى احسن من كده، وعايزه ان انا constantly اقعد اتعلم وابقى احسن واحسن واحسن. كنت عامله ازاي بقى من سنه ونص قبل؟ كنت اوفر ويت، كنت دخلت الجيم اوفر ويت شويه. I wasn't satisfied، يعني البودي كومبوزيشن بتاعي الفات للمسل وكده it wasn't the best خالص، فقللت الفات استويت شويه مسل، I looked toned وكده، فالموضوع بقى احسن بكتير. و somehow بقى حصل لي، يعني مش حصل لي حاجه، انا I started focusing اكتر على الديدليفت وعلى السكوات وعلى اللي هو البنش،
ودورت على باور ليفتنج كوتش. طبعا ما لقيتش حاجه باور ليفتنج خالص في مصر. لقيت حاجه اسمها قوه بدنيه which is يعني in translation هي باور ليفتنج, بس هنا في مصر it's not the same thing قوي, يعني في اختلافات شويه. So لقيت الكوتش بتاعي, كلمته لقيته اونلاين وقلت له ممكن ابدا باور ليفتنج, انا عايزه ازود من الديد ليفت بتاعتي وعايزه واي نوت ممكن لو في كومبيتيشنز او حاجه ادخل اتسابق. يعني انا مش شايفه الموضوع هنا في مصر فواي نوت اللي انا اجرب حاجه جديده. خلينا نشوف مع بعض. ده انت في البطوله؟ اه ده هنا وانا بلعب اللي هي الفيرست ليفت اللي هي السكوات. اول حاجه بنبدا باللي هي تمرينه الرجل. دي اول بطوله ليكي تدخليها؟ اه اول بطوله ليا كبيره, يعني اول بطوله انترناشونال كبيره. في السباحه ما دخلتيش بطولات خالص خالص قبلي؟ انا يعني قبل ما ادخل طبعا بطوله العالم, انا والكوتش واللي معايا في الجيم ظبطنا كده ميني كومبيتيشنز, حاجات اللي انا استعد لبطوله العالم, يعني طالعه على انترناشونال وورلد ستيج فلازم يبقى في بريبريشنز, يبقى في تجهيزات منتل وفيزيكال يعني من كل ناحيه, من عشان نفسيا وكلا يعني. طب ودور اهلك بقى, يعني هل كانوا في الاول مشجعين ليكي ولا لا عشان دي شايفينها رياضه شويه للولاد؟ ماسكلين شويه بالظبط, ازن اللي هي الولاد هي اللي بتشيل اوزان وهي اللي كده. في الاول كانوا مستغربين ايه هو الموضوع ده, يعني ليه عايزه تعملي الموضوع ده, بس فهموا اللي هو الباور ليفتنج هو مش هيغير من شكل البنت, بالعكس هيغير شكلها للشكل الافضل, يعني بيظبط الجسم وبيخليكي مور توند وبينزل في الدهون, فموضوع حلو جدا. وشافوا كده في النتيجه في الاخر اللي هو شكلي اتغير وشكل جسمي والبرفورمانس بقت اقوى, بقت اقوى حتى اقوى منتلي وفيزيكلي الاثنين, يعني اقوى اللي انا انسانه قويه من جوايا, شخصيتي انا قوت شخصيتي وفي نفس الوقت قوت جسمي, فالموضوع كان حلو قوي. صح زي ما انت قلتي. احكي لي بقى, انت قلتي دي اول بطوله ليكي. يعني بطوله ليا. يعني هي بطوله عالميه, اهلي نفسك ازاي؟ اول بطوله ليا, بطوله عالميه وطلعت لوحدي, يعني موضوع كبير قوي. حاسه بايه بالظبط؟ كان لما انا رحت انا اوكي انا سافرت أول مرة من هنا لوحدك؟ اول مره اسافر لوحدي. اوكي كانت تشالنج كبير قوي. لا هو تشالنج من كل حته, انا كنت سافره وقعدت حوالي اكتر من 12 ساعه في المطار, رحت بولندا وبعدين من بولندا رحت لرومانيا لكلوج, قعدت كتير قوي في ترانزيت, قعدت 6-7 ساعات في ترانزيت وكان اللي هو موضوع ستريسفل قوي. ومسافره قبل الكومبيتيشن بيومين بالظبط, بيوم ونص يعني حوالي يوم ونص. كانش معاكي حد؟ كان مش معايا حد. كوتش؟ No one. مفيش اي حد. انا لما وصلت اصلا لقيت بقى التيمز, لقيت كوتشز بدكتورز بتيمز, كل بلد مطلعه التيم بتاعتهم والمؤسسه بتاعتهم وكده للباور ليفتنج, وكل اللعيبه مع الكوتشز. وطارق ده شويه. انا كنت يعني ايه, كنت عارفه اللي هلاقي كده, بس كنت مش متوقع قوي اللي هم مهتمين قوي باللعيبه بتاعتهم اللي طالعين من بلدهم. ولقيتهم كمان يعني لابسين التراك سوتس بالفلاجز بتاعتهم اليو اس وايرلند والمانيا, كل البلاد اللي انت ممكن تتوقعيها كانوا موجودين هناك. وانا كنت رايحه كده لوحدي بتكلم مع اللي هو البريزيدنت بتاع الاي بي اف بتاع المؤسسه نفسها, وكان وانا اللي اتعاملت معاه ودفعت الحاجات اللي المفروض تدفع للمشاركه وكل حاجه. يعني كنت رايحه لوحدي ريبريزنتيف لمصر وفي نفس الوقت لعيبه بلعب لمصر وبخلص كل حاجه ورحت ولعبت. يعني ده كلمينا اكتر يعني انت سافرتي كده على نفقتك الشخصيه صح؟ ايه سافرتي كده يعني كل انت ماما وبابا هم كل حاجه, هم متكفلين كل حاجه, مظبطين كل حاجه, هم اللي عاملين الفاندنج, هم اللي داعميني, وكان معايا طبعا الجيم بتاعي يعني كانوا سبورتيف, بس الفاندنج نفسه الفاندنج نفسه هو اللي كان ماما وبابا. انت ازاي تم ترشيحك من الاتحاد الدولي اصلا للقوه البدنيه؟ ازاي انا دخلت بعت لهم ايميلز وكده وتواصلت مع الاي بي اف نفسهم وقالوا لي خلاص ماشي لو انت عايزه تطلعي الريبريزنتيف لايجيبت اوكي, احنا والبرفورمانس بتاعي لايك ماي ليفل كاثليت كان جايب ورلد ستاندردز, فذي توك مي قالوا لي خلاص وير جونا اد يو للنومينيشنز, واتحطيت في النومينيشنز. وقعدتي قد ايه اصلا بتجهزي ان انت تطلعي البطوله دي قبلها بقد ايه؟ البراب نفسه التجهيز للبطوله قعد حوالي 8 شهور
يا 8 شهور وكنت في تأهيل 6 شهور عشان كان عندي إصابة في الحوض بتاعي واللو باك من الظهر من ورا. وكانت هي مش إصابة ليها علاقة بباور ليفتنج، يعني هي كان هو عيب خلقي، وكان عشان كأثلي يعني كان في الجيم قبليها كنت بلعب ويتس وكده، بس طبعا الفورم كان مش أفضل حاجة، فموضوع اتطور الاثنين مع بعض عملوا افكت. مش كويس. فكرتيش تبطلي بعد الإصابة؟ والله كان جالي بوينت، يعني كان الموضوع منتل قوي، كان اثر عليا جامد قوي نفسيا. لا هو قلبت عليها ازاي؟ كنت حاسه ان انا اتحطمت، اللي هو انا بدات حاجه جديده واصلا في بوتنشال ان انا اعمل حاجه كويسه وكده، بس يعني اللي هو قلت ايه، لا خلاص انا هعمل عليا وهروح واشوف كذا دكتور. يعني رحت عند كذا دكتور ودكاتره عظام وكده، وعملت MRI وكل حاجه، وقالوا لي لا انت مفروض تبطلي او تروحي تعملي عمليه، وعمليه مش في رجل واحده، يعني رجلين، تظبطي الرجلين وتاخدي اراوند سنه لسنتين عشان ترجعي تاني تبقي تمشي وتبقي عادي زي الناس كلها. بس انا ما صراحه ما استجبتش، يعني كنت صدقت. مين اللي شجعك تكملي، انت اللي كنت عايزه ولا اهلك اللي صمموا ان انت تكملي؟ هو اهلي كانوا يعني كانوا عادي، كان اللي هو يعني عادي مش مشكله، الناس كلها بتتصاب، او يعني اللي هو باور ليفتنج، طب شوفي حاجه تانية. يعني ما فيش حد كان حاطط زي فيجن او كان حاطط كحاجه شايفها في المستقبل، اللي هو انت هتوصلي لحاجه. يعني انا كنت انا اللي حاطه لنفسي لا انا هعمل كذا، انا هطلع يوم من الايام انا هعمل الحاجه دي اللي انا نفسي اعملها. فعملت بقى ريهاب 6 شهور، ولغايه يعني انا وصلت للدكتور اللي انا عارفاه اسمه دكتور حسام زيدان، هو ده اخر دكتور اللي قال لي احنا خلاص احنا هنمشي على بروجرام معين، هنعمل زي يعني زي بلوكس معينه، مثلا شهر او شهرين بنعمل حاجه، يعني بنعمل ستيجز للاصابه وهنعالج الاصابه، وفي الاخر عرفت اتعالج من الاصابه. نفسيا بقى كنت عامله ازاي في الفتره دي؟ كان حسيت ان انا كنت مكتئبه، يعني كان في جالي عليا فتره اللي هو انا حاسه ان انا يعني مش انا، يعني حتى الناس اللي بدات باور ليفتنج، يعني في ناس بداوا بعادية وعادي بيعملوا سكوات حلو، يعني هي مشكلة فيا هو انا ربنا مش شايد اللي انا اعمل حاجة زي، انا مش عارفة. وخرجتي نفسك بقى من المود ده ازاي؟ والله يعني معرفش، انا كنت مركزة، هو انا كل اللي انا فاكراه اللي انا كنت مركزة قوي، كان مش فارق معايا هتاخد وقت قد ايه، مش فارق معايا اي حاجه، انا شايفه اللي قدامي، انا هعمل اللي قدامي ده، انا مش فارق معايا اي حاجه. انا عاجبني قوي اصرارك، وفي الاخر اهو انت اثبتي للناس كلها ان انت يعني قدها. لا انا somehow هوصل اللي انا عايزاه، يعني somehow لما الواحد بيفكر اللي ربنا هيطلع له حل، وهو حاطط في دماغه اللي هو هيبقى فيه حل في الاخر، هو فعلا اللي عنده ده هيتحل، يعني هتوصلي للسولوشن في الاخر. بس اكيد بعد البطوله اهلك غيروا تفكيرهم خلاص، بيسبورتي 100%. هو اخر فتره قبل البطوله غيروا، اكشلي هو ما غيروش بعد البطوله، هو يعني غيروا قبل حتى يعني بعد ما اتعالجت وبعد ما شافوا اللي فعلا ايه ده يعني عامله بيرفورمانس حلو كده، وقبل ما اطلع هم كانوا يعني هم فيري سبورتيف. يعني في الاول اول مثلا شهرين ثلاثه كانوا مش قوي، بس بعدين لما شافوا كل حاجه اقتنعوا بالموضوع قوي. يعني قلت ان انت قعدتي 8 شهور بتحضري قبل البطوله وانت ثانويه عامه، صح؟ ثانويه عامه. عملتي كده ازاي؟ عملتي البالانس ده صعب قوي يعني. وقعدت عليا رمضان جداً. يعني I'll tell you، كان عندي تاهيل كنت بروح 3 4 ايام في الاسبوع، وكل ما اروح كان بياخد من ساعه ل 3 ساعات تاهيل ديبندز على اليوم، وكان عندي تريننج تمرين 4 ايام في الاسبوع، التمرين بتاعي 3 4 ساعات ده مينيمم، وكمان كان عندي مذاكره. فاللي هو كنت بذاكر approximately 3 ساعات كل يوم اتليست، يعني اتليست عشان ثانويه يعني. فالمحتاج كوميتمنت وديديكيشن، واللي انت مصره اللي انت عايزه توصلي له، ف اخذ مني مجهود وقت وكل حاجه، بس الحمد لله اللي انا شايفاه دلوقتي اللي هو it paid off في الاخر، وصلت لحاجه. نرجع بقى لرحلتك لرومانيا. لرومانيا وسط 50 دولة مشاركة،
ازاي كنتي بتشجعي نفسك؟ انت حتى قلتي انا مسافره لوحدي. كل الناس تانية مسافره بالتيمز بتاعتها وكده. هو انا حتى عشان موضوع انا كان عندي مشكله بقى في موضوع الفيزا. يعني الفيزا هنا كان مش اسهل حاجه اللي انا اخدها لرومانيا, عشان like Europe وكده بيبقى فيه some sort of limitations هنا عشان مصر. بس عرفت اخد الفيزا, و for my parents بقى ماما وبابا وكده حصل like delay في الفيزا, وكنا very tight on time يعني ما عرفناش نطلع الفيزا as soon as possible. فقررت اللي انا خلاص انا هسافر لوحدي, يعني هو ما فيش حد. وهم في الاول اللي هو تسافري لوحدك, انت متاكده انت هتعرفي, انت هتقدري like هتقدري اللي انت هتبقي قويه او يعني انت هتقدري تتحملي كل الستريس ده. انت طالعه ويلز وطالعه لوحدك واول مره وما فيش حد معاكي, واول كمان بطوله كبيره, يعني انت مش like مش حاجه واحده بس, هي كذا حاجه وكذا limitation. بس قررت خلاص انا هقدر اللي انا يعني اطلع, يعني ربنا اداني الاوبورتيونيتي دي, الفرصه دي اللي انا اطلع واعمل ريبريزنت لمصر, وواي نوت اللي انا اخدها. يعني الاوبورتيونيتي دي اكيد جات لي عشان انا ربنا عارف اللي انا قويه انف اللي انا اطلع واعمل الاداء ده. صح. غيرت قد ايه بقى في شخصيتك؟ يعني دي حاجه اكسبيرينس ثانيه مختلفه تماما عن حتى الباور ليفتنج. زودت الباور ليفتنج لوحده اصلا غير فيكي. السفر لوحدك والتعامل مع ناس مختلفه وكالتشرز مختلفه غير فيكي قد ايه؟ هو اتغير دي يعني هو الواحد بيتعلم, يعني بيتعلم من كل حاجه, من الناس اللي حواليه, من ازاي يعني تعاملات مع الناس, ازاي اللي انت تو تيك كير اوف يور سيلف, ازاي اللي انت يعني اللي انت تبقي اندبندنت مع نفسك, اللي هو ازاي اللي انت ما تعتمديش على حد او يبقى معاكي مثلا ماما او بابا او اختي او اللي هو ما يعني ما تحطيش الموضوع اللي انت بنت او انت خايفه على نفسك, انا بنت انا هسافر لوحدي, انا لوحدي في الحته الفلانيه. لا, انت بتبقي اقوى, يعني اللي هو بتبقي في حته من جواكي كده بتسيجنال او بتستارت اللي هو انا لا انا مش ضعيفه, انا مش عشان انا بنت هو انا مش هقدر اعمل كذا. لا, هتقدري تعملي كذا, هو انت بس محتاجه تدي لنفسك يعني تاخدي الستيب وتعملي كذا, تعيشي التجربه عشان تعرفي انت تقدري تعملي ايه. بالظبط. اكزاكتلي. تاخدي الستيب اللي هو لا انت هتقدري تعملي كذا, ما تحطيش في دماغك عشان فلان بيقول لك او الشخص ده بيقول لك او ناس مقتنعه عامه لا ما تقدريش تعملي كذا. لا, تقدري, يعني في حاجات كتيره قوي ممكن تعمليها. نرجع بقى تاني للبطوله. اوكي. ازاي بيتم تحديد الوزن اللي انتوا بتشيلوه؟ اوكي. بيسكلي بيبقى في كل واحد البطوله, مش كله بيلعب مع بعضه, يعني بيبقى في وومن لوحدهم, الستات بيلعبوا مع البنات, بيلعبوا مع البنات, وطبعا الولاد بيلعبوا مع البنات, الولاد بيلعبوا مع الولاد, سوري, عشان في changes biological as in ربنا ما خلقش التو genders زي بعض. وبيسكلي بيبقى في كذا ميزان, as in مثلا ميزان 69, ميزان 76, ميزان 80, يعني بيبقى متقسمة موازين مختلفة وبيزد على الميزان ده بتلعبي في الميزان بتاعك. يعني أنا وزني كان 68 فلعبت اللي هو ميزان 69, فكل المنافسين اللي معايا في نفس الرينج بتاع الميزان ده. وطبعا الويتس اللي انت بتشيليها بيبقى يعني مثلا كل دولة بيبقى بيختارين أحسن لعيب عندهم في السن ده في الميزان ده, وهو اللي بيبقى representative للدولة. فأنا عرفت اللي هو يعني الستاندرد بتاع البرفورمنس بتاعي كان جايب worlds, كان جايب approximately, يعني بصيت على السنة اللي فاتت واللي قبلها وكده, واللي كانوا في سني في ميزاني كانوا جايبين similar, أرقام similar متشابهة شوية. فقلت ليه ما اخدش الستيب اللي أنا عادي أنا أطلع, يعني حتى لو مش جايبة أعلى حاجة أو مش جايبة اللي انا عايزه اجيبه, بس اللي هو ليه ما اخدش الخطوه اللي انا اطلع حتى لو انا مصابه, حتى لو في حاجات كتيره واقفه قدامي, بس ليه ما اخدش الخطوه دي. كنت متخيله انك هتحققي المركز الثالث في البطوله العالميه زي دي؟ يعني مش حكايه واول بطوله, مش اللي هو مش يعني مش حكايه انا كنت متوقعه ده, وانا كنت عايزه اروح اصلا يعني اعمل ارقام معينه, كنت حاطه جولز مختلفه عن اللي انا اجيب الميداليه المعينه. يعني انا مش داخله عشان اجيب الميداليه, داخله عشان انا بحب
بحب اللي انا يعني ادوس على نفسي اللي انا ادفع لنفسي يعني push myself beyond the limits. انا اقدر اعمل ايه يعني هو زي تحدي بتحدى نفسي هعمل يعني هعمل كام هعمل في الاخر how much هوصل لايه في الاخر لو انا اخدت الستيب دي ليه ما push myself beyond the limits beyond كل حاجة اللي هو يعني انا من الناس اللي I believe اللي هو الواحد ساعات ما بيصدقش في نفسه اللي يعني احنا ممكن نعمل حاجة معينة ونعمل احسن من كده بس احنا بنحط الستاندرد بيبقى مثلا احنا الستاندرد هنا واحنا ممكن نعمل فوق ده بكتير الليمت نفسنا ساعات الليمت بالظبط الليمت نفسنا فاللي هو ليه احط ليمت لنفسي انا beyond the limits دي انا هتعدى كل الليمتس دي وهبقى احسن كمان من الليمتس دي. حسيتي بايه بقى لما يعني كنت واقفة على البوديوم وانا بتكرم كنتش عارفة احس بايه بالظبط يعني كان كله موجود مع مامته وبابا والتيم والكوتش وصحابهم وحتى الناس جاية من بلدهم وانا واقفة كده بمصر مفيش حد مصري موجود انا اللي واقفة لوحدي انا مش عارفة احس بايه يعني انا كنت فخورة ان انا يعني اول مرة اعمل يعني اول حد مصري يطلع او يجيب ميدل او يقف على البوديوم او يعني يبقى في representative لمصر I was proud لمصر تدخل في الباور ليفتنج و I was honored اللي انا to represent مصر طبعا بس كان مفيش حد موجود يعني كان في feelings كتير قوي مع بعض في نفس الوقت كان نفسك تشاركيها مع حد بس كنت لوحدك يعني مش عارفة كان احساس غريب قوي يعني اللي هو مفيش حد موجود انا يعني انا ماشي انا بعد ما اتكرم انا هعمل ايه عملتي ايه طب بعدها مش هعمل ايه انا رحت للروم بتاعتي في الاوتيل وقعدت just قعدت start relaxing وكده عشان كان لسه في stress build up يعني مش عارفه كان احساس غريب قوي بعد بطوله زي دي احسن حاجه تعمليها انك تروح لا انا اروح اعمل يعني اصلا انا كنتش نايمه خالص اليوم اللي قبليه نمت حوالي مش جايبه 4 ساعات قبليها صحيت من بدري قوي couldn't sleep حلو كده مش عارفه بقى زي stress or something بس somehow يعني I made it through I pushed حتى في نص البطوله كمان كان في رفعه من الرفعات اتخطيت مرتين خطأت كل رفعة ليها 3 attempts as in تجربيها مرة وبعدين الثانية وبعدين الثالثة وكل attempt بتزودي شوية وزن as in مثلا تبدأي أول attempt 60 وبعدين تاني attempt 70 وبعدين تالت attempt 80 مثلا ده example يعني تعملي weight jumps فأنا في رفعة البنش اللي هي الصدر ضاعت عليا أول محاولتين عشان technical error as in الكوع بتاعي كان مش نازل كفاية فقالوا لي ان انا لا المحاوله ما ينفعش يعني ما ينفعش تتحسب عملتها وما حسبوهاش عملتها وما حسبوهاش او اول محاولتين فلو كنت ما عملتش اخر محاوله كانوا هيطلعوني بره الكومبيتيشن ازف ان انا ما دخلتش اصلا المسابقه ولا اتسابقت ولا اي حاجه فالحمد لله اي فيكست الموضوع يعني وانا في الكومبيتيشن وهديت وبتاع اللي هو متوترة قوي بس I cooled my nerves كده وعملت آخر محاولة في الرفعة اللي في النص وكملت يعني للآخر أنا عايزة أقول لك قد إيه أنا معجبة بشخصيتك أنا نفسي فخورة بيكي يعني بجد مبسوطة قوي باللي أنت بتعمليه ومبروك تاني على ال thank you so much thank you فعلا والله أنا I'm happy اللي أنا share الستوري بتاعتي اللي هو to inspire يعني بنات وعشان انا شايفه اللي فيه وده حقيقي طبعا في بوتنشال في يعني في ناس عندهم فعلا مواهب عندهم حاجات كتيره قوي بس ما بيطلعوش نفسهم ما بياخدوش الستيب اللي هم انا اطلع او انا اعمل او يعني اللي هم خايفين من فلان يتكلم او يقول كذا او حد يعلق لا انت خدي الستيب ولازم يعني لازم تحققي انت يعني في بوتنشال كتير وممكن تعملي حاجات كتيره قوي نورتينا يا هاي النهارده طبعا Thank جدا you. ويعني كل التوفيق في اللي جاي ان شاء الله I'm sure اللي هي مش هتبقى اول او اخر كومبيتيشن ليا اكيد وان شاء الله ارجع يعني ان شاء الله ارجع بجولد يوم من الايام وكمان I break world records يعني اكثر اللي هي الارقام العالميه وتبقى مكتوبه اللي هو مصر هيا من مصر هي اللي اخذت الارقام دي هي اللي حققت كذا ان شاء الله اكيد
مشاهدينا خلينا نروح فاصل ونرجع نكمل باقي فقراتنا في هو وهنا. مشاهدينا ولسه مكملين مع حضراتكم، وصلنا لاخر فقره، فقره المطبخ، والنهارده فقرتنا هتكون ميكس كده غريب ما بين المصري وما بين الايطالي. هيعملها لنا الشيف اللي نورنا النهارده محمد اشرف. ازيك عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. احنا النهارده زي ما احنا متفقين معانا حكايات كتير هنتكلم فيها ان شاء الله، ومواقف عن رحلتك اللي بدات بالصدفه. بس في البدايه بنحب نقول لكل الناس اللي بيتفرجوا احنا هنعمل النهارده ايه، الوصفات والاكلات اللي هنعملها. النهارده هنعمل وصفه روزيتو، بس هنعدلها شويه بالخلطه بتاعتنا المصريه. هنعمل خلطة المحشي، فاحنا نعمل روزيتو بخلطة المحشي. جميل. معانا رز ايطالي روزيتو، معانا جبنة برمجان، معانا ليمون. طيب المقادير هتنزل قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشة، يلا نبدأ نقول. تمام، معانا جبنة برمجان، معانا رز ايطالي، معانا ليمون، معانا صلصة بوري، معانا نعناع، معانا بقدونس، معانا كزبرة، معانا شبت، معانا تبس رمان يزود النكهة بتاعتنا ويعززها، ومعانا كمون، ومعانا كزبرة، ومعانا فلفل، ومعنا ملح. حلو جدا. والطبق التاني بتاعنا عبارة عن طبق ممكن بريكفاست يخش في الاكل الصحي، ممكن يتعامل عادي. جميل. عبارة عن جبنة حلوم. دلوقتي في ايام المدرسة ينفع التوست ده قوي 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 في الايه، لكل الناس اللي رايحين مدرسة جامعة، كل الكلام الحلو حتى ده. كمان سعرات الحرارية بتاعته كمان قليلة. جميل. عندنا جبنة حلومي، عندنا لبنة، عندنا خوخ، عندنا عسل، عندنا ورد بلدي، عندنا شيل فليكس، الميكس كله بيبقى سويد عن التصور. فنبدا ازاي؟ يلا ممكن بينا نبدا. انا بس ايه يعني مستغربه شويه من كلمه خلطه المحشي دي. لا هو انا مثلا ده التاتش بقى اللي انت التريكات بتاعتك. التاتش يعني بحب دايما اللي انا اعزز النكهه المصريه بتاعتي. ف حاليا السوق المصري عامه في الشيفات هو بيشتغل بيعزز الاكل بتاعه. فانت لازم يكون عندك هويه. ما انا ما ينفعش مثلا اعمل روزيتو مشروم، روزيتو مشروم كتير بيعمل روزيتو مشروم. كتير بيعمل روزيتو بالدجاج. فحتى كمان المكونات بتاعتنا كلها قليله جدا تناسب البيت المصري عامه. ممكن اغلى حاجه وصنف فيهم موجود جبنه البرمجان ورزيتو. انا هدوق دلوقتي وهحكم خلاص قدام الناس كلها. أكيد. يلا بينا نبدا. طب نشغل البوتاجاز بتاعنا. تمام. يلا اول حاجه نجيب الزيت. الريزوتو عامة بيحب دايما البصل والثوم، بس دايما في ناس كتير ما بتحبش البصل والثوم. انا من اساس الاكل كله البصل والثوم، ممكن بيدي يعني كمان طعم حلو جدا. اكيد طبعا، وبيدي كمان في يعني في الليفر وريحه وكل حاجه. بس الفكره نفسها ممكن انت ما تحبش مثلا حد وانت تكون قاعد معاه يعني يحس ان انت بتاكل ثوم بتاكل بصل، فانا دايما بشيل الحاجه دي من الاكل شويه. تمام، فانزل اول حاجه بالريزوتو بتاعي. مش هنزل بالكميه بتاعتي لان الروزيتو اول ما بيستوي بينزل بيكتر في الطبق نفسه. بيكتر وبينفش طبق من الحاجات زي الرز البسمتي بالظبط. فعلا كده علينا. كده احنا علينا، سيبه يستوي. واحنا بنسوي الروزيتو هنعمل الطبق بتاعنا مش هياخد بالظبط الخمس دقائق العشر دقائق. وانت بقى بتعمل الطبق بتاعك عايزين نتكلم معاك ونعرف ايه مشوارك وايه اللي حببك في الطبخ. يعني دايما انا عارفه ان الستات بتحب الطبخ، ده امر واقع، كل ست بتحب تعمل اكل لجوزها، لنفسها في البيت، لاولادها. لكن انت احكي لي بقى عن قصه اختيارك للمطبخ وللاكلات. هو انا اختيار المطبخ، انا عامه دخلت المطبخ بتاعنا بالصدفه. انا مثلا والدتي الله يرحمها دايما كانت بتقول لي انت تحب يعني تقف تساعدني في تقريبا السلطة. العين الثانيه هي اللي اشتغلت مش دي اللي ورا؟ خلاص نشغل عليها. ماشي، ممكن نعمل عليها وخلاص. نعمل على عندي، نسوي على عندي، ولا تعرف تشغلها تاني؟ احنا شغلنا على عندي وشغلنا على عندي، الاثنين شغالين كده. تمام. والدتي الله يرحمها كانت بتتكلم معايا ان انت دايما تساعدني في الاكل، اللي انا درست سياحه وفنادق. فانا ما كنتش مقتنع ان انا مثلا. طيب انا عايز بس اسالك، اختيارك للسياحه والفنادق كنت انت مختار سياحه وفنادق عشان بتحب الاكل؟ لا، مجموعك عشان زي اي حد. زي اي حد. اللي انا دايما ما كنتش مثلا يعني مش شاطر، لا الدراسه بتاعتي كانت الشباب دايما بتحب اللي هي تلعب كوره، تحب اللي هي تخرج، تحب اللي هي تعمل ايه، ما تجملش، ما بحبش الدراسه. فانا دخلت عامه الدراسه من عن طريق السياحه والفنادق. جبت مجموعه مش كويس، تخصصت فنادق مش سياحه. لا، فنادق قسم مطبخ. يعني تخصصت بس ما اشتغلتش بيها يعني بمعنى صح. لان انا مثلا الدراسه بتاعتي حصل شويه ظروف، فاجلت الدراسه بتاعتي سنه. بعد كده رحت دخلت تاني برضو الدراسه بتاعته وكملتها. بعدين انا
حبيت لنا مثلا انا اشوف مثلا الشغل عامل ازاي، لان انا مثلا بالنسبه زي كل الاشخاص الموجوده اللي الشباب في الوقت ده كان عندي 16 سنه او 15 سنه اللي الرؤيه مش ظاهره لك، مش عارف الدنيا مثلا. انا كان كل نفسي ان انا اطلع العب كوره زي اي شاب، زي اي حد مثلا لسه مراهق، حلم اي ولد. فدخلت المطبخ بالصدفه، الصدفه بتاعتي ما دخلتش بمعنى صح، حصل عندي ظروف في البيت عندنا، فالظروف ديت خلتني لا انا ماليش وجود في البيت نفسه. اللي هو الوجود ساعتها ده انت ايه وجودك في الظروف نفسها؟ لازم تعمل حاجه، لازم تعمل حاجه. فانا ما كنتش عارف اعمل حاجه. فاشتغلت مثلا في مطعم باص بوي ده اللي بيقدم المشروبات والاكلات للترابيزات بتاعت الريست بس. فحصل معايا كلقيت ان انا اشتغلت معاهم فتره، ففي شخص سوري اتكلم معايا، هو ما اتكلم معايا قال لي انت مثلا ما تنفعش تبقى موجود بره في الصاله، انت شخص بتركز في التفاصيل نفسها، فخليك جوه في المطبخ. نظرك لنقطه معينه. وانا كنت رافض. طب ليه؟ ما شفتش نفسي في المطبخ. مع انك اتخصصت بده في الكليه؟ لا كنت بكلم مع شيف، انا ما اخش المطبخ، ما اخش اشتغل معاهم، يعني ماليش انا علاقه بالكلام ده خالص، ماليش علاقه بالشغل بتاعهم. فانا كنت رافض مبدا تام ان انا اخش المطبخ. هنا ازود الميه بتاعتي. جميل. تمام. قلبنا رز وشوحناه وبعد كده بنحط الميه عادي. تمام. والاحسن لما نيجي نشتغل في روزيتو نفسه ما نهدوش ميه من بدون اي نكهات. لان انا ما بشتغلش بمرق الدجاج. في حاجه اسمها مربوا، مربوا ده حاجه فرنسي عباره عن بوكي جرني للميه نفسها، المرق الدجاج بس بالخضار. بيبقى عباره عن كرفس، بيبقى عباره عن انا بستخدمها على طول، اي مرقه خضار انا بشتريها، ما بجيبش الدجاج ولا اللحمه عشان طبعا ببقى خايفه، عشان يعني ما بقاش عارفه ايه المكونات بتاعتها، بس بحب جدا جدا في كل الاكلات بستخدم مرقه خضار. تمام. اعتقد ان دي زي اللي انت بتقول عليه، زي اللي انا بقول عليه، بس الاحسن لما نشتغل بحاجه فريش. الفريش دايما بيدي طعم وبيدي نكهه وبيبقى حاجه في الاول وفي الاخر صحيه. نرجع الموضوع، نرجع بقى الموضوع ان انت قلت انا مش داخل المطبخ، وكنت ايه مضرب ان انت تخش المطبخ. تمام. وحتى كمان عندي في البيت كمان ما فيش حاجه اسمها انت، لحد دلوقتي بقالي 10 سنين شغال، عندي اسرتي كلها مكونه من انا واختين بالظبط. فهم مقتنعين ان انا ماليش علاقه بالمطبخ اساسا، حتى لحد دلوقتي ما انا ما اخش المطبخ ولا اعمل اكل ولا اعمل اي حاجه. وحصل فتره كده موقف هبحكي لك برضك عليه. كالاتي، دخلت معاهم المطبخ، قعدت مع الشيف اتكلمت معاه وقلت لهم هم مرشحين لي انا اخش المطبخ بس انا مش حابب. هو قال لي كلمتين، قال لي ان المطبخ نفسه دي قد ما هو فن طهي، تمام، قد ما هو مهنه وصنعه تقدر انت تستفاد بيها فيما بعد. يعني مثلا يكون عندك 40 سنه 50 سنه تعرف تشتغل في المطبخ، تعرف تطور من نفسك. وقال لي انت ما تكونش مثلا زينا، احنا مثلا احنا خلاص احنا كبرنا، بس انت تطور من نفسك وعندكم مثلا توصل لنقطه معينه، توصل لنقطه معينه، وعندكم مثلا الموبايل ده يعني افيد اللي انت توصل يعني تنجح بمعنى الصح في حياتك بسرعه. فانا اقتنعت مثلا بكلامه، بس برضو ما كنتش متاكد انا هتكمل في الموضوع وهتبقى شيف كبير بعد كده. بس فكملت معاه فتره، قعدت معاه بالظبط يومين في المطبخ، هتشتغل بره في الصاله وبعد كده هشتغل في المطبخ. بعدين انا لقيت في يوم من الايام انا كنت شغال مع يعني رايح الشيفت بتاعي الصبح، ما كانش في حد في المطعم في المطعم خالص غير محمد. فاشتغلت في كاستمر جاي عايز مشاريب قدمت له، في كاستمر جاي عايز ياكل قدمت له. لقيت نفسي بقيت اشتغل لوحدي لحد ما هم يعني الشيفات جم ومدير المطعم قال لي برافو يعني شاطر يعني، وانا كان لسه ماشيه كويس، كان عندي تقريبا 17 سنه. فساعتها انا اقتنعت لا انا عايز اشتغل. فاشتغلت ساعتها، فقدمت حاجه كويسه اللي انا خلاص انا بالنسبه لي اللي انا خلاص انا خدتها كمهنه، ما خدتها اللي انا عايز اتعلم، خدتها اللي انا عايز يكون خلاص ليا كارير. خلاص انت فكرت وقررت، ولما الظروف بقت قدامك وان انت فعلا عملت الاكلات في المطعم خلاص قررت ان دي هتبقى صناعتك. بس خلاص. بعدين كان ساعتها سن عندي 17 سنه، اشتغلت مع شيفات بسم الله ما شاء الله يعني كانوا عندهم مهنه قويه جدا، اسماء كبيره، اسماء كبيره بس مش معروفه. لان معظم يعني السوشيال ميديا تختلف عن طبعا مجال تختلف كبير عامه عن من 10 سنين طبعا. ففي شيفات في الاوبريشن نفسها مش معروفه، بس هي كمهنه تقدر تستفاد منهم في كل حاجه. فانا اشتغلت مع شيفات كانوا طالعين من فور سيزون، اشتغلت معاهم حوالي 3 سنين.
طورت من نفسي، بقيت اشوف مثلا المكون نفسه الاساسي ده بيعمل ايه. احنا دلوقتي حاليا هنعمل الطبق الثاني، احنا شغالين لحد ما الرزوتو بتاعنا يستوي. ماشي، هنشتغل في الطبق الثاني. نحط الزبده، سنة تقليب بقى مع اللي زيها الحمراء المعلقه تاني، وتبقى معاك في التقليب مفيش اي مشكله خالص. دخلنا دلوقتي بنحط التوست بتاعنا، هنخليه كريسبي شويه، بعد كده نضيف عليه المكونات بتاعتنا. تمام. بس انا متشوقه جدا جدا ان انا اسمع حكايتك النهارده. احنا كنا حلقتنا عن الابداع، وانت قصتك فيها يعني تشويق، يعني ابداع كده، ان انت تكون مش عايز تبقى حاجه وبعد كده تبقى حاجه، وتبقى سافرت بره واشتغلت بره. طبعا انا عشان عارفه قصتك فانا بتكلم، بس انا عايزاك انت تقولها النهارده لكل الناس. تمام. هو يعني ممكن اكتر حاجه مثلا استفدت منها في اللي انا عملته مثلا لحد دلوقتي اللي انا وصلته، ان يعني دايما مثلا ممكن انت وصلت المرحله اللي ممكن تكون خسرت ناس عزيزه عليك، بس في حاجه اسمها يقين بالله. وخليك دايما واثق ان ربنا مش هيسيبك في حال واحده. ممكن انا مريت بحاجات كتير قوي خلتني ممكن اكون شخص تاني. بس انا كان عندي دايما امل ان انا في حاجات لسه كتير قوي ما وصلتلهاش، ومش عايز اكون شخص تاني غير مثلا الحاله اللي انا فيه. ممكن اكون الحمد لله وصلت لمرحله كويسه، بس لسه اكيد ما عملتش اي حاجه. دايما كنت بحب ان انا ده التوست بتاعنا خلاص خلص. تمام. اما دخلت المهنه حسيت ان المهنه بتاعتنا دي هي ليها جزئين. الجزء الاولاني ان انت تبقى موظف، تيجي الشغل بتاعك 8 ساعات بتوعك وتروح وتاخد مرتبك على الشغل. يعني اما الجزء الثاني ان انت لازم تبقى شيف، ودي تفرق كتير. طبعا تفرق كتير اللي انت في المستقبل ان انت اصل الشيف ده خد بالك بيبقى فيه يعني قدر كبير جدا من الفن. كل الاكل ده فن. ده انت لازم عشان تطور من نفسك لازم يبقى عندك ابداع في شغلك وفي تزويق طبقك وفي الحاجات اللي انت بتعملها كلها. ده حقيقي. انا مثلا بتوصل لنقطه اللي انا يعني سني صغير، كان لسه عندي 17 سنه، وفي شيفات حاليا بسم الله ما شاء الله في سني واعلى مني بمراحل، وهم مطورين جدا المطاعم بتاعتها بسم الله ما شاء الله عليهم يعني مطورين. بس لسه برضو يعني لسه السوق بتاعنا بيكبر، لسه اسمنا برضو لسه ما حدش يعرفنا كويس. فابتدينا ان شاء الله اللي احنا كل واحد فينا بيمشي بطريق يعني تاني عشان يوصل للهدف بتاعه. قصة بقى سفرك عايز اعرف جت ازاي؟ دي جت بعد 7 سنين. كان عندك ساعتها مثلا 24 سنه؟ لا لسه مسافر السنه اللي فاتت. انا فاكره بعد 17 سنه. لا لا لا، انا حاليا دلوقتي عندي 27 سنه. والدي ووالدتي توفوا وانا سني صغير، عندي 19 سنه. الله يرحمه. الله يرحمه. اللي حصل معايا ان انا ما ينفعش ان انا اسافر، ما ينفعش ان انا اروح اغامر باي حاجه، ما ينفعش ان انا اعمل اي شيء. عندي اخواتي طبعاً في مستقبل اللي انا مش، طب خلاص المستقبل بتاعي مش ما فيش اي مشكله هعمله في مصر هنا. ايام فجالي السفر وانا عندي 20 سنه. رفضت السفر اللي انا يعني اسافر ازاي اعمل ايه ما اعرفش اعمل اي حاجه. حتى كمان انت دايما يعني بحس حاسه من طريقه كلامك انت بتخاف من التغيير. مش بخاف من التغيير او تجربه، بتخاف من التجربه الجديده. فرق اما انت مثلا تجرب وانت مش مقتنع ان في ايه بعد كده. في فرق مثلا لو انت لوحدك تقدر تغامر باللي انت يعني تغامر بنفسك، لكن انت ما ينفعش تغامر وانت اصلا ما فيش حد مثلا يقدر يعني يساعد مثلا مكانك. فانا ساعتها ما كنت رافض النقطه دي خالص. اشتغلت في فندق رويال الماكسيم بالاس، كان بنسكي في التجمع الاول. كانت فتره بالنسبه لي تغيير شامل في المهنه طبعاً. عندي اشتغلت مع شيفات قويه جدا في الفندق، خليتني مثلا اللي انا اكون عايز ابص عليهم هم عاملين ازاي. في كل شخص انا كنت صغير، في كل شخص عنده شخصية، ممكن الشخصية بتاعته دي مش عايز منها حاجة غير الحاجات الكويسة. فبقيت اشتغل مع شيفات كتير قوي سنها كبير عندها شخصيات وعندها حاجات كويسة جدا، بس خد الحاجة الكويسة منهم. فبقيت اخد من كل شيف اشتغل معاه اخد الحاجة الكويسة منه اللي هي في شخصيته. اللي انا مثلا يعني من النوع اللي انا بكون عايز اشتغل ما كنتش عايز لسه بكون صغير زي ما انا، فعايز اشتغل واحس ان انا بعمل حاجة، احس ان انا كبير. فانا عامل حسابي ان انا ممكن مثلا يكون ليا ستاف انا اكون الرئيس بتاعه، فازاي اتعامل مع الناس؟ ازاي اتعامل مع الصف بتاعي؟ قصه ثانيه. ازاي يعني اشوف الاشخاص دي كلها وانا لسه برضه سن صغير؟ فاشتغلت معاهم كان بالطريقه ديت حبيت ان انا اشتغل اكمل في حاجه زي كده. فتعلمت منهم انت ازاي مثلا تدير شخصيه، تدير مثلا مطبخ، تدير الشغل بتاعك.
جت ايام كورونا. ايام كورونا دي كانت بالنسبه لي احسن جزء انا مريت بيه في حياتي. على قد ما هي كانت اعتقد ان دي اللي عملت لك مرحله انتقال في حياتك. جدا جدا دي اكتر فتره انا كنت مش قادر اتعايش فيها, واكتر فتره كانت بالنسبه لي في المهنه نفسها خلتني اتطور في الشغل. عامه هنا الروزيتو انا كل شويه عمال اديله ميه, عمال ازود الميه بتاعته. ده الروزيتو بالذات يعني ما ينفعش اديله ميه زياده علشان هو ممكن يعني يعجن مني, ما ينفعش مثلا اسيطر عليه. فانا لازم اديله كل ما بحس ان هو بيشرب الميه بتاعته فبزود ميه كمان بزياده لحد ما هو بيستوي بالظبط اردنتي او نص سلقه. بعد كده اروح شايله وبعد كده اعمل الطبق بتاعه. طب يلا ايام كورونا انا اشتغلت في كنت شغال في الفندق. حصل معايا ظروف كانت بالنسبه لي صعبه زي بيت مصر في الفتره ديت, فخليتني انا مثلا مش عارف اعمل ايه. بس كان عندي وقت كتير جدا فاضي. حاليا دلوقتي انا ازود الحلومي في فترة الكورونا بتشتغل في الاوتيل عادي. اشتغلت في الاوتيل عادي. بس كان في ظروف بتاعت الاوتيل نفسها زي اي فندق ما بيشتغلش. بس في موظفين شغالين هم بيدينا المرتبات بتاعتنا واحنا مش عارفين يعني نشتغل ازاي ونعمل ايه. فكان عندي وقت كتير. كان ساعتها في ركود عالي في كل الاوتيلات يعني ما فيش اشغال وانت يعني مش عارف هتعمل ايه. كنا بنروح الشغل ما مش عارفين مثلا بكره في بعده في طبعا مرحله قلق كبيره جدا لكل طبعا المصريين مروا بيها. ده حقيقي. بس دايما كنت مقتنع برضو ان ربنا برضو معايا. طبعا دي اكتر حاجه انا كنت مقتنع بيها. مش على قد مثلا يعني انا مش شيخ او انا مثلا مش دايما بقول للناس لازم تصلي يعني لازم تعمل عشمك في ربنا كبير. في الاول في الاخر ممكن انت مثلا بتجتهد وبتسعى وبتخطط وبتعمل, بس انت في الاول في الاخر انت بترجع نقطة الصفر. نقطة الصفر دي انت ما عندك هدف, ربنا دايما هو اللي في ظهرك. يعني انت خليك انت لوحدك, بس في الاول في الاخر انت بتستعين بربنا في كل شيء. فانا دايما ممكن مش هقول لحضرتك ان انا جامد جدا بتاع, لا انا بالعكس ممكن بعمل حاجات تخليني تاذيني شخصيا. بس بستر ربنا عليا بتخليني مثلا ان انا بتعدي بتتخطى المراحل دي جدا. طيب بعد فترة الكورونا اوعى تقول لي انت مشيت من الاوتيل. لا انا قعدت في الاوتيل سنة. السنة دي خلتني انا اتطور فيها من نفسي جدا في الشغل. السنة دي عبارة عن ان انا دايما قعدت في السنة دي كل يومين ثلاثة بعمل طبق جديد. انا دايما مفيش مثلا شيف شغال معاه يعلمني حاجة جديدة. لا انا دايما بيتعامل الشغل مع نفسي. اتفرج مثلا ان التليفون ده وسيله جدا سهله لاي شخص اللي هو ممكن يتعلم اي شيء, يطور طبعا من نفسه, يشوف وصفات كبيره وكثيره جدا على كل المواقع اللي ممكن يشوفها سواء كمان على انستجرام على الفيسبوك. في حاجات كبيره جدا من التنوع احنا ممكن نوصل بيها للابداع فعلا بمجرد ان احنا نتابع الصفحات دي. ده حقيقي. حاليا دلوقتي نرجع للطبق بتاعنا. انا الحلومي خلاص هي جهزت معايا فهديها عسل. تمام. والرز برضو بتاعنا خلاص استوى برضو في نصف السوا بتاعنا. وهنعمل دلوقتي الطبق بتاعنا مع بعضهم. انا بس متشوقه بس تحكي لي بس الجزئيه دي عشان نخلصها على طول. تمام. اللي حصل كالاتي, اللي انا قعدت سنه كامله بعمل كل يومين ثلاثه طبق مختلف. الطبق المختلف ده عامله بطريقه حلوه. ده حقيقي. ممكن اطباق كتيره جدا بتلعب معايا فاشله. وكنت زي ما برضو كصوره اخلي الزمايل نفسهم شغالين كلهم سن بعضينا استعين بيهم اللي هم يجوا يدوا الطبق بتاعي. كنا بنشتغل نايت شيفت. النايت شيفت بتاعنا كنت ممكن اخلص الشغل بتاعي في ساعتين, فيا اما انا اشتغل الساعتين بتوعي وافضل قاعد في طول الوقت فاضي, يا اما انا يعني اشوف حاجه جديده. شوف بقى تعمل حاجه جديده, تصور في طبق جديد, تعمل حاجه جديده. حقيقي. فقعدت سنه كامله عمال اجمع داتا لحد ما بقيت انا عندي الداتا في دماغي. ممكن اشوف طبق حاليا خلاص اشتغل عليه واطلع الطبق بتاعي اللي انا عايزه. جميل. فاشتغلت حاليا نحط في نفس الطاسه بتاعتنا اللي هي بتاعت العسل نحط فيها الخوخ بتاعنا. تمام. بعدين انا اخدت السنه الكامله بتاعتي. الشيفات الكبيره اما بيلاقوا الشخص يكون عايز يطور من نفسه مش جاي اللي هو يلعب ولا جاي يهزر ولا جاي اللي هو بيدوا له فرصه ان هم يساعدوه. طبعا. فاشتغلت مع الشيفات بسم الله ما شاء الله عليهم ساعدوني جدا في اللي انا
اطور من نفسي، ممكن انزل طبق جديد اعمله وانزله على السوشيال ميديا، ممكن شيف يديني كومنت يجي ثاني يوم اقعد معاه يقول لي انت لو عملت الخوخ ده بالطريقه ثانيه هيبقى طعمه احسن، هيبقى شكله احسن، ما ينفعش تحطي حاجه في الطبق بالطريقه دي، بعد كده هتبقى الحاجه نفسها مش هتبقى كويسه، بعد كده تبقى الحاجه حلوه. فهو ده اللي انا حبيت ان انا استفاد منهم فيه. فاشتغلت معاهم بالنقطه ديت والحمد لله يعني هم طلعوا مني حاجه. بعدين انا خلاص خدت الفرصه اللي انا كنت خدت اللي انا عايزه بمعنى صح من الفندق 2021 مثلا. تمام، خدت خلاص اللي انا عايزه من الفندق. اشتغلت في مطعم ايطالي بعد ما طلعت من الفندق. اول حاجه اللي انا خدت فيها بوزيشن رئيس طهاء اللي هو هيد شيف في المطعم نفسه. دي حاجه طبعا كبيره، دي كانت حاجه كبيره عليا وانا بوزيشن اول مره اخد طبعاً. يعني بوزيشن زي كده. تمام، فحبيت ان انا ساعتها اخد التجربه، ممكن كان البوزيشن كبير قوي عليا. تمام، بس حبيت ان انا اشوف مثلا خلاص يا اما اسحب نفسي وما اشتغلش بالبوزيشن، يا اما اشتغل بنفس البوزيشن يا اما اسيب المكان وامشي وانا اقول للصاحب العمل نفسه انا ما اقدرش انا اشتغل فيه. فحبيت ان انا اخد تجربه. حاليا دلوقتي انا هاخد الرز بتاعي، هو تقريبا ده كده نص سوا، ده نص سوا. تمام، ليه ما حطيتش انا المكونات بتاعتي كلها في الطاسه بعد ما انا عملت روزيتو علشان ياخد كل الطعم بتاع الحاجه بتاعتي. جميل، تمام. نفس الطاسه بتاعتنا هنشتغل عليها برضو. هنا هنزل بزبده، بعدين طماطم، معروفه خلطه المحشي عندنا لازم تدي بصل الاول بشكل كبير جدا، بشكل كبير، وده بالنسبه لي قولي بيدي الطعم على فكره لاكله المحشي، ويدي كمان توم. حط كمان توم مع الاكل نفسه. انا حاليا انا عامله بالطريقه دي اللي انا مش عايز تدخل توم ولا بس. تدخل بصل بس، هو اساس حتى كمان اساس الاكل الايطالي الثوم والبصل. نرجع للموضوع بتاعنا. بعدين انا اشتغلت في المكان الايطالي، اشتغلت مسؤول عن شيفات. كان عندي حوالي 23 سنه، حتى كمان الاشخاص اللي انا كنت شغال معاهم ما كانش يعرفوا السن بتاعي نهائيا، اللي انا تقريبا انا قلت لشخص انا عندي 24 سنه ومسؤول عن شيفات اكبر مني سنا في كل شيء، هتحس ان الدنيا مش هتظبط معايا، مش هتظبط معايا، وهم اصلا مش هيبصوا لك البصل اللي انت عايزه. طبعا فهم عرفوا سني بعد 3 شهور. ده شيري فليكس هنحطه معانا، مقادير الشطه، ده تحفه، بيدي طعم تحفه، بيدي طعم تحفه، ومش الفلفل اللي هو المجفف بيدي طعم تحفه في الاكل، انا متعوده برضو عليه على طول. تمام، هنا هنحط صلصه بوري، بس ما بحبش اكتر منها عشان هتغير الطعم بتاع الاكل بتاع كله. معلقه صلصه بوري، بعد 3 شهور عرفوا سنك الحقيقي، عرفوا سني، بس لما قعدت معاهم كانوا بيخافوا خلاص، هم عرفوا الشخصيه بتاعتي خلاص على بعض من قبلها، وبقيتوا صحاب والدنيا مشيت زي ما انت كنت راسم من غير بقى معرفه السن حقيقي. فاشتغلت مع شباب، كان كل اللي انا كنت بعينهم شباب ممكن بره المطبخ، بس هم عايزين يتعلموا، هم عايزين يشتغلوا. حطينا دلوقتي الروزيت بتاعنا هياخد النكهه بتاعت الطماطم، الطماطم والصلصه. تمام، خلاص احنا كده مش محتاجين روزيتو. بيتعين شباب عندها 21 سنه 20 سنه، ممكن لو حد عنده 15 سنه، بس انت حابب تخش ايه وعايز تتعلم ايه من المطبخ؟ انت محتاج المطبخ ده تخشه كتجربه ولا انت عايز تشتغل في ايه بالظبط؟ بس فقعدت في المكان سنتين وربنا كرمني، بقيت اتعرف شويه في السوق من مصر بتاعنا في الشفات، بقيت انا اشتغل برضه، فضلت اطور على نفسي، لان مثلا ممكن ما اشتغلش في مطبخ يعني ممكن جيد، ما اشتغلش في مطبخ ممتاز، هو جيد بالامكانيات بتاعته، احنا عايزين نطلع شغل. فانا بقيت اتعلم منهم اللي انا خلاص اقل الامكانيات اللي عندي لازم انا اشتغل بيها. هنا انا ضفت الميه بتاعتي، كده انت زودت ميه؟ كده انا زودت الميه بتاعتي، بس مش هقدر ازود ميه تاني، خلاص احنا كده بنقفل الطبق بتاعنا. النشا بتاعت الرز نفسها
هتمسك في المايه، وفي الاخر هنقفل الريزوتو بتاعنا بالبرمجان والزبده. تمام. الاعشاب نفسها بنضيفها في اخر ال... انا دايما بفضل ان اي حاجه بنضيفها في الاخر يعني تبقى في الاخر عشان تبقى محتفظه بشكلها وبلونها ما يغيرش. انا بحط الفلفل الملون، البقدونس، الكرفس، اي حاجه بس احب اسيبها في الاخر عشان تبقى ليها الرونق الفريش بتاعها. ده حقيقي. حاليا عقبال اما المخرج بيقول تسلم ايدك اكن انا اللي واقفه بطبخ. حاليا هنشتغل في الاوردر بتاعنا اللي هو الاوردر الثاني، واحنا شغالين في روزيتو. تمام. دي لبنه بتاعتنا، دي لبنه عاديه. بس تكمل ايه الموضوع بتاعك كده سريعا عشان لازم اختم الفقره النهارده وانت مخلص حكايتك. تمام. ما احنا ممكن ناخد 3 4 فقرات مثلا من الحكايه بتاعتك. ممكن. لا احنا عايزين بس ايه نختصر بس ونعرف الايه يعني السفر جه ازاي، قررت ازاي انت تسيب يعني تروح تشتغل بره، ده اللي انا كنت عايزه اعرفه. انا دايما زي اي شاب مصري او اي شاب عامه عايز اللي هو يطور من نفسه، فهو حابب اللي هو يسافر، حابب اللي هو يصلح. بس انت برضه حققت انك تبقى مسؤول ومدير شيفات هنا في مصر وتشتغل في اوتيل كبير 5 نجوم وتحقق ده حلم. وفي سن صغير المفروض طبعا يبقى عندك حلم ويبقى عندك طموح، طبعا انا معاك، بس انت حققت حاجه كبيره. تمام. عايز اعرف بقى اللي جاي انت عملت ايه او فكرت ازاي او فكرت في ايه عشان تمشي. تمام. المهنه بتاعتنا ممكن تختلف، ان انت زي ما قلت لحضرتك انت ممكن تشتغل مع شيفات دايما على فترات طويله جدا ومرحله عمر طويله، هما يفضلوا يطوروا منك. انا اشتغلت كل مثلا ما بتفرج على حاجه جديده بحس ان هي جايه من بره. فانا عايز اطلع من بره دوت، انا عايز اروح لهم. فانا حبيت ان انا مثلا جات لي اول فرصه اروحها فروحت ساعتها السعوديه. جات لي فرصه في السعوديه في مطاعم ان انا اكون مدير بتاعه في برضك في سن صغير. كان في مطعم عادي ولا في اوتيل؟ لا مطعم. انا في الاوتيلات مش هقدر اخد البوزيشن اللي انا واخده حاليا. اللي انت في الاوتيل ما بيتكلمش معاك انت عندك خبره قد ايه، انت عندك سنك قد ايه وخبرتك قد ايه عشان يقدر يديك البوزيشن بتاعك. لان في الاوتيلات ممكن لازم يكون سنك يعني لازم يكون سنك كبير كبير طبعا عشان تاخد بوزيشن كبير، خصوصا في السعوديه وفي الدول الخليج. حقيقي. حاليا السعوديه بتشوف كل الاشخاص اللي هي مطوره نفسها فهي بقت كبيره في السن، كبيره في السن. 40. وفي اشخاص فعلا وفي اشخاص حاليا دلوقتي المهنه كلها بقت للشباب اللي هي الصغيره اللي هي طالعه كلها متطوره، اللي احنا بقت السوشيال ميديا طبعا بيشتغلوا بالتطوير الجديد اللي احنا طبعا شايفينه بالتطوير بتاع السوشيال ميديا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا فن الطبخ ده بقى منتشر بشكل كبير للسن الصغير ان هم اللي بقى عندهم ابديت دايما بكل الحاجات اللي بتطلع جديده على السوشيال ميديا. الموبايل بقى يساعدنا جدا طبعاً. جدا اللي احنا نعرف الثقافات اللي حوالينا كلها. فسافرت السعوديه وانا كنت دايما يعني عندي اخواتي فانا مش عارف اعمل ايه، فخلاص انا اقتنعت ان انا دي جات لي فرصه طالما هي كملت كده فلازم نسافر. فهنا برضو كزود شويه ميه كمان. تمام. وبعدين ازود الطاوله بتاعتي ملح، كزبره. ده كزبره ولا كمون؟ كزبره. كزبره دايما الخلطه تكون محشي فعلا كزبره وبهارات. وما فكرتش في حاجه قلت لازم اخد التجربه ورحت مسافر. قبل ما اسافر انا كنت فتحت لي مطعم عندي في المنطقه. تمام. ففتحت مطعم عباره عن باستا كريب، كل ده علشان عايز احب ان انا اشوف انا وصلت لفين. اللي انت ايام كورونا دي اللي انت اعتمدت على المرتب بتاعك فخليتك انت مثلا مقتنع بالمرتب بس. حاليا انا ضفت تبس رمان عشان يعزز النكهه بتاعت الخلطه نفسها بتاعتي. تمام. فحبيت ان انا افتح لنفسي مشروع، ان انا اشوف المشروع يعني اشوف بعد كده انا هكون ان شاء الله بعد اكتساب الخبره ده ايه اكتساب الخبره بعد ما اكون عندي 40 سنه هكون انا مثلا اقدر افتح مطعم. انت زي ما تكون بتقيس يعني التطوير بتاع نفسك احنا وصلنا لفين. بس فانا عملت كده خسرت فلوس. بس انا كنت قصدي ان انا اخسرها، بس مش المبلغ اللي هو يخليني اخسر اللي انا اقول متضايق ان انت خلاص مش هتعمل كده تاني. لا انا خسرت وانا عارف ان انا خسرت ليه وسبب ايه وسبب انا مثلا بعد كده ما افتح هكون انا اعمل ايه بالظبط. هنا اضيف في الشبت، كتر بقى شبت وبقدونس، احنا ايه المصريين بيحبوا جدا على المحشي، كتر بقى من الخضره. تمام. كتر الخضره. هنا ده بقدونس
ففتحت المطعم بتاعي حوالي 4 شهور. بس بعد ما فتحت ال4 شهور انا قفلته من نفسي علشان ما حبيتش اللي انا ارتبط بيه. اللي انا حسيت ان انا هرتبط بيه اكتر وهيخليني موجود حواليه وهيسيبني ان انا مثلا من الهدف اللي انا عايز اعمله. فخليت نفسي اللي انا مقتنع لا لسه مش ده مش وقته. هنضيف الكزبره بتاعتنا. لا مش وقته حاليا. خلي الخطوه دي اما يكون انت خلاص انت حققت اللي انت جزء بسيط باللي انت عايز تعمله. بعد كده تقدر مثلا انت تشتغل بعد كده وتفتح المكان بتاعك. تمام. حطيت انا الخضره بتاعتك. انت حضرتك شامل الفليفر بتاع الحاجه نفسها. طبعا. اصل احنا عندنا في البيت لما بعمل خلطه محشي بس بلاش حد يضحك عليا. انا من وانا صغير اما بعمل خلطه المحشي بعد كلها وهي نيه. تخيل انا بقى بحب الموضوع ده جدا. هي والكيكه بس بسف بقى كم اكل محشي مش مستوي الخلطه بس الجميله المصريين كلهم بيحبوها بس بيحبوها بعد ما تستوي. انا بحبها قبل ما تستوي اكتر. والخلطه اللي هي بتاعت الكيكه وهي مش مستويه. يعني انا مامتي لما بيعملوا كيكه كده يقول لهم اوعوا ترموا الطبق اللي بتعملوا فيه. انا كنت الاول بحب اشرب عصير عصير الطماطم. لا عصير الطماطم ده صحي وفش. انا باكل حاجات بتبهدل بطني. لا انا مش شايف. تمام. هنا انا خلاص انا قفلت الطبق بتاعي. هضيف شويه ميه بسيطه جدا. كده انا المكونات بتاعتي كلها. بس انا عايزك بقى تخلي الرز يستوي لان انا عايزه برضو ادوق. هو الرز خلاص مستوي وحضرتك هتدوق حالا. انا عايزه بس الميه تتشرب قوي. تمام. عملت ايه بقى في السفر هناك؟ السفر هناك يعني اكيد استفدت جدا تجربه. طبعا اكيد السفر بالنسبه لي من الحاجات اللي بتسيب حاجه حلوه جدا جدا بتساعدك نفسيا جدا انت تتخطى امور ممكن تكون انت دي سيطرت عليك بالسلب ان انت مش عارف تتخطاها. ده حقيقي. بتساعد جدا جدا السفر. بتخليك تعتمد على نفسك اكتر حاجه. بتخليك ان انت دايما خلاص انت كل حاجه انت بتعملها لوحدك. لو انت في حد بيساعدك وانت موجود سواء زوجتك سواء اخواتك محدش في بره هيساعدك. يعني هنا هضيف الليمون بتاعي. خلاص انت رايح يعني زي ما بيقولوا يا قاتل يا مقتول. تمام. هنا هضيف الليمون بتاعي. كل ده بس عايزين نركز بنحط اخر التاتش بتاعه. لا الاخر المقادير بنحطها عشان نقفل الطبق زي ما بيقولوا كده. وحطينا عصير الليمون عليها. تمام. وهنحط حاليا الجبنه الزبده تاني. احنا ما حطيناش زبده هنا. احنا حطينا في الطبق التاني. حطينا زبده هنا. هنا برضو. حطينا معلقه صغيره جدا. تمام. انا كده خلاص بقفل الطبق بتاعي. جبنه. عقبال بقى ما الجبنه تسيح كده احنا ممكن نخلص بقى الساندوتش الاولاني التوست. يخلص خلاص هو كده الطبق بتاعنا ده خلص حالا. نجيب الطبق بتاعنا. استنى رايق جري واستاذ رايق دلوقتي يقول لي يا مروه ابعدي عن الطبق. انا ادخل هنا المطبخ ما حدش بيعرف يوقفني. تمام. ثانيه واحده عشان حاليا الجبنه نفسها خلاص بقت ملتت في الطبق نفسه. المكونات بتاعتها كلها طبق يجنن. بقى انت يعني عملت ميكس فعلا غريب يعني الريزوتو بخلطه المحشي دي انا اول مره اسمع عنه. بس خلاص. شكلها كده طلع تحفه والطعم كمان هيطلع تحفه. دي الطبق ده انا عامله هناك في السعوديه وشغالين بيه. عملنا في مطعم عشا. حطينا ده في ضمن الابيتايزر بتاعنا. هات بقى معلقه كده وانت جاي بعد اذنك عشان عايز ادوق الخلطه الخطيره اللي انت عاملها. هنا ده البرزنتيشن بتاعنا. شايفين يا جماعه الفن؟ هو ده الابداع بقى اللي احنا بنتكلم عنه النهارده. ان انت جاب طبق عادي جدا روزيتو اللي كل الناس بيعملوه بطريقه معينه وراح ضايف ليه خلطة المحشي المصرية الجميلة اللي كلنا بنحبها. هو عمل ميكس بين أكلة إيطالي وبين أكلة مصري طبعا كلنا عارفينها وبنحبها. عملها بشكل جديد وقدمها كمان بالشكل الجميل اللي كلنا شايفينه. تسلم إيدك يا شيف. لا أنا شيف. تحب حضرتك تدوقي؟ حاليا مفيش معلقة. مفيش معلقة. بص بعد بقى بعد خلاص خليه هنا الطبق زي ما هو. هنخلص بقى الطبق الثاني. خش واحنا بنتكلم نخلص الطبق الثاني بتاعنا. وصلنا لحد فين؟ وصلنا ان احنا خلاص يعني انت عملت الطبق ده في السعوديه وعايزين نختم بقى الفقره. هو ده اللي انا كنت عايزه اعرفه عشان اختم الفقره النهارده. تمام خلاص احنا كده خلصنا. الطبق ده عباره عن طبق صحي ممكن السعرات الحراريه بتاعته ما تكملش 500 جرام
500 سعر حراري؟ لا، وطبعا في عناصر غذائيه كبيره وجميله لاي حد طبعا ممكن يعتمد عليه في الفطار، لحد في المدرسه يعني شكله فعلا حلو جدا. والجبنه الحلوميه يا جماعه طعمها حلو جدا، كمان هي معموله بعسل فهي واخده الحموضه بتاعتها والملوحه بتاعتها كمان مش موجوده. حلو جدا. فكره الفاكهه لما تخش مع الفطار في الجبن وكده ده بيبقى برضو حاجه حلوه جدا ومفيده وتغيير يعني. فاحنا ممكن كمان استاذ رأي بيطلب مني سندوتش على الهوا اللي هم عاملينه، بس انا مش هسيبك، مش هسيب السندوتش ده ليك، انا هاكله. احنا ممكن كمان نقدم الطبق ده في اي مطعم. هو فعلا شكله حلو جدا، والجبنه يا جماعه فعلا طعمها، انا دقتها من شويه طعمها حلو جدا. بس احنا كده كمان فنشنا الطبق بتاعنا الثاني شيلي فليكس، يبقى احنا الطبق بتاعنا سودا متصور، اللي هو اي شخص بياكل حاجه صحيه كان مش ممنوع عنك انت تاكل حاجه صحيه، ان هو الاكل بتاعنا كله اكل صحي، بس ازاي تقدر تعمل اكل صحي وازاي اصلا تقدر تقدم. احنا بقى هنشيل دي الطبق ده هنشيله ونحط الطبقين جنب بعض عشان نختم فقرتنا النهارده. تمام. الشيف محمد اشرف احنا بنشكر حضرتك جدا 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 على تشريفك لينا النهارده في البرنامج، فعلا كانت فقره جميله جدا، بنشكرك جدا على وجودك معانا تاني، وقدمت فعلا طبقين شكلهم حلو وطعم، انا واثقه جدا 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 ان الطعم هيطلع يجنن طبعا قدام حضراتكم على الشاشه الطبقين، ونشكرك جدا على وجودك معانا. انا مبسوط والله، شكرا جدا. مشاهدينا كده كل فقراتنا انتهت، يا رب النهارده حلقتنا تكون عجبت حضراتكم، استنونا وفقرات متميزه وحلقات متميزه دايما من هو وهنا، اشوفكم على خير في رعايه الله.